لان انا علي قناعه تامه، يعني انه يعني الخريجين هم يعني من الجامعات اللي بتخرجوا، اذا كانت نسبه اكثر من 90 قد تصل ل 99 ل 98% منهم بيمشوا لسوق العمل. قله قليله جدا منهم لا تتعدى واحد او اقل واحد من 100 منهم ديل بيمشوا كباحثين او بيمشوا ك يعني مساعدين تدريس في الجامعات المختلفه يعني. والسؤال في انه يعني تشالنج كبير في انك كيف تعد الخريجين لسوق العمل، يعني فعشان هم يكونوا جاهزين لسوق العمل محتاجين انه يعني ياخذوا المعلومات الكافيه اللي بتساعدهم انهم ينافسوا في مختلف المؤسسات والشركات او البيزنس عموما اورجنايزيشنز، ويقدر ياخذوا فرصتهم انهم يقدروا يؤدوا الانترفيوز يعني كمثال بصوره كويسه. يعني بدايه حنبدا بالموارد البشريه او الهيومن ريسورس. ما اعرف البرزنتيشن ظاهر عندك يا فاطمه؟ انا ما ظاهر عندي. فاطمه؟ فاطمة لو سمحتي أعمل ستوب شيرينج عشان يقدر أستاذ الفاضل يعمل شير للسلايدز بتاعته. أستاذ فاضل معاك أستاذ فاضل لو سمحت أعمل أنميوت لنفسك. أستاذ الفاضل إحنا ما سامعينك، أعمل أنميوت. طيب الهيومن ريسورس طبعا هو تيرم بيستخدم يعني تو ديسكرايب البيبل هم فورم ذا ورك فورس اوف اني اورجانيزيشن بزنس سيكتور ايكونومي. It is also used to refer to the department within an organization that deals with all aspects of employee management. الـ HR معني بإدارة الموارد البشرية في أي مؤسسة. في إشكالية في الـ في التحريك بتاع الـ الـ Human Resource Management هي process للـ Managing Organization Employees. الهيومن ريسورس مانجمنت يعني إدارة الموارد البشرية بتشمل كل الجوانب بتاعت إدارة الأفراد أو إدارة الستاف في المؤسسات، يعني بيبل مانجمنت. ليه؟ عشان تو افكتفلي ميت اورجنايزيشن جولز أو الأوفرول أوبجيكتيفز أو الميشن تحت المؤسسة أو الأورجنايزيشن. وده التعريف بتاع سوسايتي أوف هيومن ريسورس مانجمنت اللي هي ده البودي المنظم لإدارة الموارد البشرية ويرلد وايد، وهم معاهم السي اي بي دي، وهم تو بوديز منظمين لإدارة الموارد البشرية فيما يخص البوليسيز والسياسات والبيست براكتسز. السي اي بي دي اللي هي برضو البودي اللي هو بريتش بيز منظم لمهنة الموارد البشرية باختصار شديد. إذا انتقلنا الهدف من الموارد البشرية، الهدف الأساسي من إدارة الموارد البشرية إنها to enable business organization إنهم to have an access، يعني عشان ما يجدوا الناس right people with right skills بالمهارات المطلوبة
والمعارف المطلوبة عشان هم يدوا قيمة تنافسية to remain competitive in their respective markets. ده الهدف الأساسي من إدارة الموارد البشرية. ال HRM أو Human Resource Management Activities and Practices بادي زيبت إنه يعني المناشط اللي بتقوم بها إدارة الموارد البشرية في كل مؤسسة هي بتشمل على سبيل المثال للحصر Organization Design. والمعنى بالorganization design إنك to review of what organization wants and needs an analysis بتاعت الجاب بتن الوضع الحالي في أي مؤسسة والوضع اللي هي تطمح تصل له فيما يخص التصميم بتاع المؤسسة. وده من مهام اختصاصات الموارد البشرية أو الهيومن ريسورس. لما نعدي بها بنعمل الديزاين بتاعت الorganization practices عشان ليه؟ عشان تبريد الجاب بين الحاضر وبين الحاجة المستقبلية ده تصل لها هي مؤسسة. ودي تعتبر زي هوليستيك ريفيو يعني بالنسبة للسيستمز النظم الاستراكشر البيبول براكتس الريورد البرفورمانس الميجرز البوليسيز السياسات البروسيس الكلتشر بتاعت أي أورجانيزيشن والإنفايرومنت بتاعتها. عشان تصل المؤسسة من محتاجة لفترة أو أخرى لأنه في عوامل خارجية وعوامل داخلية يتطلب من أي organization في أنها تجدد أو تغير أو تحدث أو تطور في الديزاين بتاعها أو الاستراكشر عشان أنها تصل للماكسيموم efficiency والproductivity المطلوبة لأي business organization. البرضو من المهام تحت الorganizations الworkforce planning الworkforce planning بتشمل البروسيس تحت البالانسينج تحت الليبر سبلاي اللي هو السكيلز في أي مؤسسة والعدد أو النمبر النيد عشان ما تأدي المهام في الشركة. ودي تشمل إنك بتحلل الويرد فورس عندك القوى العاملة الموجودة عشان ما تحدد برضو احتياجاتك للقوى العاملة المستقبلية في المدى القريب والمدى البعيد. دي برضو من مهام الموارد البشرية. وده تشوف الجاب بين البريزنت والفيوتشر بتاع تحدد الجاب. وعشان ما زي ما ذكرت حتى تقدر إنك تنجز أو تنجز المهام بتاعة الأهداف والخطط الاستراتيجية اللي هي على بعيدة المدى. فأنت الغرض الأساسي في النهاية تداير right number of people العدد المطلوب من الموظفين أو العدد المطلوب من الاستاف والعاملين بالمهارات اللي ذكرناها اللي هو right skills في المواقع الصح تعينهم في المواقع الصح في الوقت الصحيح اللي هو right time وبتكلفة تكون معقولة اللي هي بالنسبة للمؤسسات عشان ما يقدر يدو long and short term الكوميتمنت تجاه الأورجانيزيشن بتاعتهم. ودي برضو المهام الكبيرة جدا للمؤسسة هنا حتة بتاعت التالنت اكويزيشن اللي هي برضو the one of the most يعني visible services HR delivers to أي أورجانيزيشن. وده بنقولها الحتة بتاعت الريكروتمنت والستافينج اللي هي الريكروتمنت والستافينج. الريكروتمنت بتشمل اللي هو يعني it involves اللي هو إنه attracting أو searching للcandidates. وعادة البروسيس في الشركات لما تيجي تقدم لأي مؤسسة بتأخذ يعني البداية أو السايكل هي سايكل بتبدأ من الابليكيشن للمؤسسة المعينة job candidate بيحصل داخل الـ HR screening لكل الـ CVs أو الناس المقدمين للوظيفة المعينة بيحصل short listing بتجي مرحلة بتاعت الانترفيو اللي حتطرق لها بإسهاب كبير جدا وبتجي مرحلة بتاعت selecting successful candidates إلى أن تدي مرحلة بتاعت الـ job offer بتاعت الـ offer الـ successful candidate الـ job المعينة وتبدأ العملية بتاعت التوظيف الـ hiring في نفس الوقت التعيين في الوظيفة اللي هي الشاغرة أو الموجودة في الشركة. فالريكروتمنت هي شنو؟ الريكروتمنت هي بروسيس يعني باختصار attracting الانديفيديوال يعني candidates on timely basis
بالعدد اللي قلناه انه يكون sufficient numbers بالappropriate qualification تاعتهم اللي هم جوبها عشان to apply certain vacant positions لأي organization. في مشكلة في الاتصال لأنه شايف في بيعمل ميوت للهوست هنا. أنا ما أعرف الصوت مسموع يا فاطمة؟ أيوة واضح، بس الحركة بتاعت الماوس الماوس. أوكي تمام. طيب ده بالنسبة لل ذكرت أنا بالنسبة للتالنت مانجمنت. برضو من المهام أو من الأكتيفيتيز اللي بتقدر الموارد البشرية الكومبنسيشن أند بنفيتس. والكومبنسيشن اند بنفيت من التسميه بتاعتها اللي هي البي باكج المرتبات والمزايا التعويضيه، يعني المزايا التعويضيه والفوائد في المؤسسه. فدي بتاخذ للموظفين اللي هو اون مونثلي بيزيس اور انيوال بيزيس، يعني بصوره شهريه او سنويه. بتشمل اللي هو السالاريز زي ما ذكرتها، والدايركت والاندايركت كومبنسيشن، الهيلث كير، الخدمات ما بعد او ما بعد التعاقد، التقاعد في المعاش، الريتيرمنت بنفيتس، الانسنتيف باي، الباي تايم اوف اند سو اون. ده بصوره عامه ده القسم او السكشن المعني دائما في كل مؤسسه بالمزايا والتعويضات. الكومبنسيشن اللي هي بتكون الجرانت سالري زي ما ذكرنا، المرتبات، الامبلوي بنفيت، البروفيجن، الباكج، الفاينانشال، يعني الحاجات اللي هو كلها في المؤسسه، الpaid holidays الإجازات المدفوعة الأجر السنوية، المعاش، الهيلث كير، الكمباني كارز and so on. دي المزايا الموجودة في كل شركة what company offers to its يعني الاستاف داخل الشركة. برضو من المهام الكبيرة جدا في إدارة الموارد البشرية training and development. والtraining and development هي learning and development كمسمى آخر. و الـ HR دايماً set الاستراتيجيز بتاعت الـ workforce عشان to enhance الـ workforce capabilities، الـ skills بتاعتهم والـ competencies في أي organization، يعني الحوجة للناس عشان ما يقدموا مهامهم بصورة المطلوبة. ليه؟ لأنك تقدر تنشور الـ sustainability والـ successfulness بتاع أي organization. أنا هنا بتكلم عن لمحات سريعة عن وضع يعني دائما اداره الموارد البشريه، الحاجات اللي هي او السيرفيس اللي بتقدمها في الشركه بصوره او بلمحه سريعه بدون التطرق للتفاصيل. فبرضه من الحاجات المهمه برضه اللي بتقدمها اداره الموارد او بتديرها يعني كبزنس انيبلر في اي مؤسسه، البرفورمانس مانجمنت. البرفورمانس مانجمنت ما عنده تعريف معين يعني لغايه الان بصوره كده، يعني مختلفه التعريفات للبرفورمانس مانجمنت، لكن هو بالضروره هو بروسيس، يعني بصوره او باخرى اي سوبيريور معاه السبوردينيت رئيس او مرؤوس غيره بيكون بيقعد من بدايه السنه بخطه بلان لانه what they are going to do، يعني الموظف حيعمل شنو خلال السنه باهداف محدده بكرايتيريا معينه يعني بطريقه معينه، والاهداف دي بيجيزوها في بدايه السنه وبخطه اوبجكتيف بخطه تارجتس سواء كان للبزنس، ودائما تكون دي مربوطه بالجوب ديسكريبشن الموجود عند كل شخص داخل اي منظمه او مؤسسه. بيحصل ريفيو، بيحصل مونيتورنج خلال السنه في السايكل بتاعت البرفورمانس مانجمنت، وفي النهايه بتحصل لو سمعتوا بالابريزل بيجي في نهايه السنه بيشوفوا الموظف المعني اللي هو هل حقق الاهداف بتاعته بياتوا صوره وبياتوا ريتنج معين. ده البرفورمانس مانجمنت. فزي ما ذكرت هو في جانب بتاع اوبجكتيف سيتنج فو ميجرمنت فو ريزلت فو الناس، يعني الغرض منه انه تو اوبتمايز البرودكتيفيتي بتاعت الامبلوي و باي سيتنج زي ما قلنا اكيفبل جولز استابلشنج كلير برفورمانس ماتريكس الامبلويرز او الناس المخدمين كان كرييت an environment of accountability and motivation for their staff. فزي ما انت يعني انت كموظف او كزول شغال في اي مؤسسه مطالب انك في accountabilities معينه تاديها خلال السنه او باهداف محدده تحققها داخل اي مؤسسه.
زي ما ذكرنا ما في ستاندرد ديفينيشن للبرفورمانس مانجمنت، بط انها يعني ديسكرايب اكتيفيتيز، ان زي ما ذكرنا تي استابليش اوبجكتيف زي امبروف البرفورمانس على من امبلويز ultimate، يعني ده الهدف الاساسي لكله مؤسسة عشان تحقق اهداف يعني. وزي ما ذكرني to hold people accountable for account يعني for their performance يعني. الأهم من ده كله ده دلهم حسريعة عن الأقسام بتاعة الموارد البشرية على سبيل المثال الحصر. فيها أشياء أخرى ما يعني ما المغامين وما نتطرق لها، لكن أنا شايف إنه من يعني من الحاجات اللي إحنا محتاجين نتحدث فيها بصورة أكبر اللي هي ال graduates and how we need to get the graduates in order to get ready or get prepared للجوب انترفيوز. في مشكله في الحركه بتاعت البرزنتيشن فاطمه؟ ايوه اتحرك معاك؟ لا ابدا. انت اللي قاعد تحرك انا ما لا في مشكله هنا. طيب طيب how graduates get prepared for job interviews؟ طبعا في عدة examples للpre-employment testing. طيب ال graduates زي ما ذكرت اي مؤسسه بيكون عندها زي الحركه بتاعت الموظفين من موقع لاخر، دي بيقولوا عليها الانترنال ريكروتمنت او انترنال موفمنت للستاف من بوزيشن لبوزيشن داخل اي مؤسسه. فعاده لما يكون في فيكنت بوزيشن، عاده لما يكون في فيكنت بوزيشن في اي مؤسسه ويحتاج يمشي للاكسترنال ريكروتمنت، فبيمشوا انه يعينوا او تو اتراكت يعني كانديديتس من خارج المؤسسه عشان ما يتعينوا في الوظيفه الشاغره اللي هي ما في شخص مناسب متواجد داخل اي اورجنايزيشن. وقد تكون بسبب اللي هو الاتريشن او لاسباب اخرى او حد استغال او غيره او غيره او غيره. فالاكسترنال ريكروتمنت دي هي يعني هي ذا كومن ويز اوف اتراكتنج كانديديتس. وعاده الانكلودنج دي بتكون دائما الامبلوير بيكون عنده ويب سايت يعني خاص بالشركه، الاعلان عن اي وظيفه بيتم عن طريق النيوز بيبر، الاعلان الادفرتيزمنت بواسطه الريكروتمنت ايجنسيز وهنا موجوده في السودان او غيره، وفي بروفيشنال نتوركينج سايتس لايك لينكد ان. ولينكد ان بيعتبر طبعا الموست باورفول يعني ريكروتمنت يعني نتورك يعني هي عن طريق لينكد ان معظم الوظائف الناس بتعلينا في السوشيال ميديا. برضو زي ما ذكرت الكمباني كارير سايت يعني يو كان بوست اني اوبن بوزيشن اون ذا كمباني كارير بيج، يعني اي شركه بتكون عندها صفحه حقتها بتعلن عن الوظائف الخاليه المعينه للناس الكانديديتس عشان ما يقدموا لها. طيب عادة بيكون في أي مؤسسة في أو في كثير من المؤسسات بالنسبة للمسألة بتاعت الريكروتمنت بيكون في زي pre-employment testing. بيختلف من شركة لأخرى، قد تتبنى الشركة أو المؤسسة المعينة التست معين أو عدة تيستات بالنسبة للpre-employment testing. وواحدة من الpre-employment testing اللي هو الcognitive ability test، وده يعني test very useful يعني في measuring candidates and mental capacity.
والability to use reasoning to solve problem or come up with innovative idea. For example, يعني the candidates test to determine that she or he is extremely skilled in numerical reasoning. وده دائما بتعمله الشركات لما يكون في عدد كبير جدا متقدمين لوظيفة، يعني عدد يكون بالمئات. فدائما في pre-employment testing. ليه؟ لأنه بتقدر إنك بصورة أو بأخرى تقدر تفلتر الناس من أول وهلة عن طريق الكوجنيتيف أبيليتي تيست أو السايكوميتريك تيستينج. بعض الناس بيطلقوا عليه السايكوميتريك تيستينج، وده إيفيدنس يعني أو ستاندردايز تيست زي ما ذكرنا للكوجنيتيف أبيليتي، وده جود بريدكتر نحن نعتبره للجوب بيرفورمانس. زي ما ذكرنا للأوكوبيشن اللي بتتطلب يعني require complex thinking، تحتاج لانه يكون في وظيفه بتحتاج يعني complex thinking، وزول يكون عنده المقدره زي وظائف البلانينج مثلا. والسايكوميتريك ستيبس ده دائما يعني allow employers او الناس المقدمين انه يقدر to assess الانديفيدوال بصوره سيستماتيك، يعني الحته بتاعت الابتيتيود البيرسوناليتي اوفن يعني زي اوفن زي المينستر باي اونلاين، يعني دائما بيتعامل باونلاين لانه بيتعامل لعدد كبير من الناس ويكون اونلاين تيستينج. وزي ما ذكرت انه يكون عندك هاي فوليوم اوف ابليكانت، فداري انك تميز بيناتهم. اضافه لذلك في البيرسوناليتي تيست، والبيرسوناليتي تيست ده يعني قبل ما ننشر البيرسوناليتي انا برضو اذكر انه دائما السايكوميتريك تيستينج ده يعني هو ادمنستر تيست يتعمل بصوره منظمه، ودائما هو الاونر بالنسبه للسايكوميتريك تيست او الناس المعنيين به زي ما ذكرنا هي البريتش سايكولوجيكال سوسايتي، وهم عندهم ستاندرد معينه للتيستينج، ولازم يكون في ناس هم ابروفد تيست يعني اسيسرز بواسطه البريتش سايكولوجيكال سوسايتي، وهي دي بريتش بيس عشان ما هم يجروا التستات دي. والسايكوميتريك تيست يعني هو دائما هو بيديك اوبجكتيف ميجر للمنتال ابيليتي للبيرسوناليتي للبيربز بتاعت في الدائما في الجوب سيلكشن. والسايكوميتريك تيست عاده يعني بيقع في على ما اذكر في تو مين كاتيجوريز، و يعني هو يعني المين كاتيجوري فيه البيرسوناليتي كويشنير زي ما ذكرتها، انه الستاندرد دي تضعها البريتش سايكولوجيكال سوسايتي، وده بيشوف الميجرز لكل الاسبيكت الخاصه بالبيرسوناليتي. ودائما الكاتيجوري الثانيه برضو زي ما ذكرت الابتيتيود تيست. الابتيتيود تيست يعني ده هو بالعربي تحديدا الكفاءه، ودي بتغسيك الانتلكشوال الحته بتاعت الريزونينج ابيليتيز، عادة بيدوك زي مسائل رياضية أو حاجات محتملة على اللوجيك والسينكينج لفترة زمنية قصيرة جدا بيجاوبها، يعني بما ذكرت إنه يكون أونلاين. In addition to that في برضو واحدة من التستات اللي بتتعمل البيرسوناليتي تيست، والبيرسوناليتي تيست ده دائما يعني إلى تحد إنه الكانديديت ده هو فيت للجوب بالبيرسوناليتيز بتاعته اللي هو جايبها، يعني أول حاجات البيلد ان في داخله يعني اذا جاز التعبير. ودائما البيرسوناليتي تيست ده يوز برضه تو جيت شنو الكانديديتس البيرسوناليتي برضه تايب، ليه؟ عشان تولاين مع الجوب بوزيشن المعين. ف زي ما فور اكزامبل اذا ذكرنا مثلا السيلز بيرسون، عاده اذا انت داير دول بتاع سيلز بيرسون دار تعينه، ودائما هم الحته بتاعت السكيلينج بتاعهم بيزي سكيل معين بيكون للجوب ريكويرمنت اللي هم عندهم المقدره، لازم يكون عندهم المقدره على الاقناع والمقدره على التواصل والبرسيوزيف لانجوج بتاعته بتكون عاليه جدا، اذروايز ما بتقدر تعينه في السيلز، لانه مهمته الاساسيه هي انه اقناع الزبون عشان ما يشتري السلعه او الخدمه المعينه. فده برضه من التستات اللي بتعمل بصوره ستراكشر بسكيل معين، انا ما اقدر اتطرق لتفاصيله. وان اديشن تو ذات برضه من التستات اللي بتتعمل
البري تيست للامبلويمنت الجوب نوليدج تيست. والجوب نوليدج تيست ده دائما بيكون في عباره عن اسئله بيسالوك اسئله اوف سبيسيفيك تكنيكال، بمعنى انت لو كنت اكاونتنت خريج اكاونتنج بيسالوك اسئله مثلا في البالانس شيت في الانكم ستيتمنت، واذا كنت مثلا انجينير مثلا خبرتك في اذا كنت سيفل انجينير خبرتك في الاوتوكاد الى اخره الى اخره. دي الحاجات اللي بيكون فيها اسئله دائما بتتكلم عن التكنيكال سكيلز المهارات التكنيكال بتاعتك، ودي عاده بتستخدم يعني في بعض المؤسسات كبري امبلويمنت تيست لجوب معينه، يعني على اساس انه يقدر انه هذا الزول ده يتخذ عنده النولج او عنده المعلومات الكافيه اللي يقدر انه من خلالها يقدر انه يعني يؤدي الجوب المعينه. و يعني برضه فور انستانس على يعني اذا ضربنا مثال، تعال تجيب زول ديجيتال بتاع ديجيتال ماركتنج، الناس يعني الماركتنج الخريجين تاع البيزنس، فلو ما هو عنده المعرفه الكامله بالدايركت والاندايركت ماركتنج والماركت كيف تو تشينج في والحركه بتاعت السوق وتصور المعلومات الكافيه عن الماركتنج والماركت سيجمنتيشن الى اخره، فدي من المهارات او من المعلومات الاساسيه لتاديه الجوب. اضافه لذلك واحده من البري امبلويمنت تيست اللي بتتعمل اللي هو الايموشنال او الانتليجنس تيست. والايموشن او الانتليجنس تيست يعني واحده من التيستات اللي بتتعمل عشان تقدر اللي تحط ميجر الكانديديت يعني بصوره او باخرى والانتر اكت اور كونتريبيوت مع في الكومباني المعينه. والايموشنال تيست بيستخدم فيه عده اسئله يعني مبني على انه اسئله انك انت هاو تو ديفلوب الانتربيرسونال ريليشن شيب مع الناس الموجودين معك في اسئله معينه بطريقه معينه بتتعامل. والحته برضه الليدر شيب اذا كان من الحاجات اللي انت جاي بيها او التيم اورينتد بيهيفير اذا كان هو تيم الانتربيرسونال سكيلز حقته ال تندسي توورد الانسيسيزم فور اكزامبل، دي كلها من الكومبتنسيز او المهارات المطلوبه في الايموشنال انتليجنس او بتتعامل بسكيل برضه معين. يعني دائما بيكون فيها اسئله يعني انا يعني من الاسئله المتوقعه ودائما بسالها في الايموشنال انتليجنس في السكيل بتاعها لا يتحد انه الزول الكانديديت عنده القدره على انه البيرسونال بروبلمز بتاعته بيحلها، يسالوا اسئله زي دي، ولا يتحد انه واجهته معوقات او اوبستكلز، ولا يتحد انه مثلا تو ريمبر انه في وقت من الاوقات انه واجهته مشكله اوف سيميلر اوبستكلز وقدر تو اوفركم او يتغلب على المشكله دي وهكذا. و والاكسبكتيشنز بانه هو حلول للمشاكل، فهي عندها سكيل معين المود اوف تشينج تحت الزول البوسيبيليتيز هو اذا كان هو زول متفائل اكسبكت مثلا جود ثينجز تو هابن ثينجز نوت تو هابن اند سو اون، فده برضه بيتعامل بصوره معينه. وده في بعض الشركات بتعمل التيستات دي كبدايه او يعني في مرحله بتكون ما قبل الانترفيوز اللي بتتعامل الاخرى اللي هي حنتطرق لها. فدي واحده برضه من الانترفيوز اللي بتستخدم عاده وممكن نعتبرها زي بري انترفيو اللي هي الفون انترفيو. الفون انترفيو يعني الاسيسر او الانترفيور دائما بيبدأ معاك بالتلفون بيسألك قبل ما تجي أو قبل ما يقابلك المقابلة الشخصية، ودي مرحلة بتاعت initial screening أو preliminary questions كده بيسألوك لها للكانديديت، ودائما بيكون فترتها ما كبيرة بين 10 إلى 15 دقيقة أو 10 دقائق، وإنت ككانديديت دائما بيحاول يسألوك من الكواليفيكيشنز حقتك زي كروس تشيك التخصص بتاعك اتخرجت بتين إلى آخره، انت تتوقع مثلا الوظيفه دي انت هتعرف عنها بتعرف عنها شو انت مقدم لها دي ما اوريدي في اعلان البي او السالري ممكن يدوك له قدر شنو، دي كلها من الاسئله اللي بيسالوك لها في خلال 10 دقائق او 15
دقيقة، اللي هي بتبني على إنهم هم زي ما إنه ينادوك أو يعني زي call you زي ما يطلبوا call you لي اللي هو فيرز الانترفيوز. وده دائما بيوفر يعني وقت دائما للشركات في انها تقدر توصل للكانديديت، هل هو ده الكانديديت اللي احنا ممكن نواصل معه ونمشي. ودائما ده يعني بيسالوا الاسئله دي البوتنشال كويستشن دي. الفوكس دائما بيكون على الامبورتنت زي ما ذكرت الكواليفيكيشن بتاعته، وممكن يسالوه من بعض السكيلز او الديوتيز يعني بعض الأسئلة البسيطة دي بيسألوك ليها، بيسألوك من الأفيلابيليتي حقتك إذا كان أنت موجود ما موجود في المنطقة، أو ممكن تكون أنت البوزيشن بتاعك الموجود أنت شغال فيه حسا ليه عايز تخليه، أو إذا أنت كنت خريج جديد ليه أنت عايز تجي للجوب دي إلى آخره. وواحدة برضو من الانترفيوز اللي بتستخدم اللي هي الكارير فير انترفيوز. الكارير فير انترفيوز دي دائما الانترفيور او الاستسر يعني كونتاكت مين انترفيو، هو اشبه ما يكون برضو للانترفيو بتاع الفون انترفيو. وعاده بعض الكليات او المؤسسات، انا على ما اذكر في جامعه الخرطوم كليه الهندسه بتعمل دائما كارير فير بصوره سنويه في السنين اللي فاتت، والى حد ما برضو مدرسه العلوم الاداريه في جامعه الخرطوم كان فيها كارير فير. والكارير فير زي ما يعني بعض الخريجين او معظم الخريجين عارفين، بتجي شركات بيجي مندوبين منها او ناس موظفين في الموارد البشريه بيكون قاعدين في مكاتب صغيره او ميني كده او اتليس، بيكون بيسالوهم اسئله يعني بيخطهم هم بيجوا بيقابلوهم الخريجين بيدون نبذه عن الشركه، بيحاولوا انه دي حاجه في الاتش ار بيقول على الامبلوير براندنج اللي هو بيدوا معلومات على الشركة وعلى الفرص اللي فيها والاكتيفيتيز بتاعتها، وعشان تأتراكت الناس الكانديديتس أو الخريجين. ودي عادة بتعمل الجامعات. الفكرة إنه بيكون في سكرينينج للجوب سيكرز. ليه؟ عشان تشوف، عشان الشركات تقدر تلقى الموست كواليفايد كانديديتس. وده دائما بيكون يعني in depth يعني one to one interview. later on ده بيحصل اذا انه هذا الشخص هو meeting at least المينيمم كواليفيكيشنز عشان يمشي معاك للانترفيو later on، فبتاخد الكونتاكتس حقته او سي في الى اخره كشركه وبتواصل معه فيما بعد. وزي ما ذكرت هو سيميلر للفول سكرينينج انترفيو. والكارير فير انترفيو ده برضه نفس الفكره، بياخد بين 10 ل 15 دقيقه. ودائما الناس يستكل هاي ليفل كويشن عشان ما ينلو الكانديديتس ان احنا نواصل معه ولا ما نواصل معه. والاسئله دائما بيسالوك ليها في الكارير فير انت كخريج، بيسالوك عن السكيلز حقتك حتى على غلتها او على كسرتها والاكسبيرينس، وانت ليه عايز تشتغل في الشركه، نفس الاسئله اللي بيسالوك لها في الفون انترفيو او حاجه شبيهه لها. والاكسبكتيشنز تحتك شنو اذا انت عايز تجي الشركه دي الى اخره. دي الاسئله اللي ممكن تتوقع تسالوك لها في الكارير فير. ف نجي للكومبتنسي بيز انترفيو او البانيل انترفيو، ده الاكثر شيوعا في كثير من الشركات. بيكون في بانيل في عده انترفيورز وبتيم بصوره معينه. والكومبتنسي بيز انترفيو ده يعني بيسالوك كويشن بيكون اوريدي فريز بصوره منظمه بصوره سيستماتيك موجوده في اي مؤسسه، وبيختلف المؤسسة لأخرى. والانترفيو ده دارين انه تقاصر information about your past achievement يعني او الاكشنز اور التاسك حقتك. وعادة لو انت الكومبتنسي بيس، انا يعني اذا ركزنا معاك انت كخريج قد يكون ما عندك الاكسبيرينس العملية، لكن عادة انت كخريج يعني انا من الوصايا اللي بوصيها للخريجين الجدد إنهم يستصحبوا معاهم نجاحاتهم وإنجازاتهم والمشاركات حقتهم حتى في البيئة الجامعية، فكانت يعني جمعيات ثقافية أو عمل طوعي اجتماعي أو عمل داخل الكلية أو إنجاز على المستوى البيرسونال. فدائما لما تجي الانترفيو ده بالذات، لأنه هو الانترفيوز المهمة جدا، يستصحب معك الحاجات دي وإنت داخل على الانترفيو إذا
انت كنت ماشي على كومبتنسي اصلا هم بيكلموك بيقول لك والله في انترفيو حيكون كومبتنسي بيز انترفيو حيكون في انترفيو شكله كده الحاجات بيوريك لها في الاول قبل ما تدخل الناس الموارد البشريه في كل مؤسسه. فدائما استصحى معاك الحاجات دي. والكومبتنسي بيز انترفيو ده انترفيو كويستشنز بتكون بصوره منظمه بتتكلم عن التاسك التشالنجز زي ما قلت البريفيوس اكسبيرينس ولو كنت انت شغال عندك خبره معينه الجوب حقتك الحاليه والجوب الفاتت حتى تكون موجوده. والكومبتنسي بيس كويشن يعني بتكون عاده يعني ديمونستريتد في فيريس سكيلز اند بيهيفيرز ان يور كارير. السؤال اللي بيجي انه شنو الكومبتنس؟ يعني انا يعني كثير من الناس قد يكونوا ما ملمين مثلا بهي شنو الكومبتنسيز المطلوبه او المهارات اللي هو الجدارات المطلوبه. الكومبتنس يا اخواننا هي جداره. الكومبتنس اور كومبتنسي هي جداره. والتير بتاع الكومبتنس او الكومبتنسيز يعني كومبتنس سي اي كومبتنس كومبتنسي سي واي ده بيتكلم عن بيرسونال اتريبيوتس بتاعتك يعني اللي هي السمات الشخصيه بتاعتك. وهي بيهيفيرز يعني بيهيفيرز معصول كومبتنسي عباره عن شنو ببساطه هي النولج اللي انت اخذتها والسكيلز المهارات اللي اكتسبتها نتاجه للمعلومات او النولج اللي انت اخذتها وتكون ديمونستريتد في بيهيفير يعني تكون دائما ديمونستريتد في بيهيفير او سلوك. باختصار هي demonstrated behavior إذا جاز التعبير و technical attributes يعني ذات الانديفيديوال مصحف أي انديفيديوال في أي مؤسسة مصحف or must acquire لازم هو يتحصل عليها. ليه؟ عشان to perform effectively at work عشان ما أدي بها التاسك أو المهام حقته تحت الوظيفة بتاعته. والcompetence أو الcompetences يعني competence هي singular والcompetences CES plural هي دي broad concept يعني هي ظهرت حسي في السنوات ما بعد التسعينات من القرن الماضي ولأهميتها بقت هي يعني مهمة جدا في أي مؤسسة. هم أصل الانترفيوز ليه؟ الانترفيوز دارين هم في النهاية يصلوا للجدارات أو الكومبتنسز المعينة عشان ما تأدي بها الجوب وكل جوب عندها كومبتنسي معينة. ف behavioral يعني inputs you need انك to show أو to demonstrate during the interviews. وهي دي مينيمم ستاندرد نيديد تو بيرفورم افكتيفلي في اي مؤسسه. الكومبتنسيز دي تطلع منها حاجه اسمها الكومبتنسي فريم ورك وده السيت بتاع كومبتنسيز وبيعرف كل انديفيديوال كومبتنسي بمعنى انه اذا قلنا البروبلم سولفنج المهاره بتاعت البروبلمز او الجداره بتاعت البروبلم سولفنج بيكون عندها ديسكريبتر معين بيكون عندها تعريف معين وحسب علمي انه في مجموعه من الجدارات المهنيه خلال الفتره اللي فاتت كان اتعمل زي سيرفي ويتوافقوا على الناس حسب ما علمت الخريجين والجمعيه يقولوا انه برضه يتعرضوا خلال الفتره اللي فاتت. فالكومبتنسي فريم ورك وستراكشر او سيت بتاع يعني انديفيديوال كومبتنسيز زي ما ذكرت البروبلم سولفنج البيبل مانجمنت ودي required by any organization. والcompetency والcompetencies هي behaviors اللي احنا بنستخدمها ليه عشان تدفرنشيات الناس البست يعني candidate البست performer من الناس الباقين. وهي could be developed or improved عادة بالcoaching بالتوجيه المستمر من الرئيس دي المباشر في الشغل أو رؤساءك المباشرين إذا كنت يعني شغال أو في حياة عملية. وبرضو الكومبتنسيز هي برضو أحيانا الناس بيرمزوا لها بأو حال بيشروا لها للتكنيكال كومبتنسيز سكيلز ودي دائما مهمة جدا لأي زول جوب هولدر يا جماعة. وهي تتعلم انت يعني could be learned يعني from zero يعني وبتتعلم بواسطه التريننج وديفلوبمنت بروجرامز دي الكومبتنسيز. وهي تكنيكال كومبتنسيز وفيها سوفت سكيلز دي الحاجات المهارات الناس في الانترفيوز دار يوصلوا لها. الكومبتنسي دي يعني انا باختصار دار اتكلم عنها انها يعني ممكن تتنوع لكور كومبتنسيز لمهاره او جدارات اساسيه
او في جدارات بتاعت ليدرشيب معينه. الكور كومبتنسيز دي معناتها اي موظف في الشركه من اصغر موظف لغايه المدير العام او الزول المسؤول من الشركه انه يكون هو يعني يكون هو ديمونستريتنج الكومبتنسيز دي او من المطلوبات الاساسيه لاداء مهامه. يعني فور اكزامبل الكاستمر سيرفيس، يعني الكاستمر سيرفيس اذا كان انت عندك انترنال كاستمر داخل الشركه او اكسترنال كاستمرز فدي مفروض باي اول في بعض الشركات بتعرفها، بتختلف من شركه لاخرى. البروبلم سولفينج وهكذا يعني. فعلى سبيل المثال الحسن تسمع بالكومبتنسيز في ليدرشيب كومبتنسيز، في استراتيجيك وتشينج مانجمنت كومبتنسيز، في البروبلم سولفينج، في الكاستمر اورينتيشن كاستمر سيرفيس، في الكومبتنسيز بتاعت النيغوشيشن سكيلز والتيم ورك، والكومبتنسيز بتاعت انك هاو تو بيلد افكتيف ريليشن شيب مع الاخرين، الكوميونيكيشن سكيلز، مقدرتك الليسننج سكيلز، الكومبتنسيز بتاعت تو هاو تو مانج يور ستاف بيرفورمانس اند سو اون. فدي بعض المهارات اللي بتكون مطلوبه في بعض المؤسسات، بيكون عندها زي ديكشنري او تعريف لكل كومبتنسيز او لكل كومبتنسي على حده. فزي ما ذكرت يا اخوانا التركيز دائما على الكور كومبتنسيز لانها هي دائما في اي انترفيو الناس بيركزوا عليها باعتبار انها هي من الاساسيات. فاذا بكت في حاجات امبيدد او انت جايبها حتى على غلتها وممكن تطورها لقدام، فدي من الحاجات اللي بتحسب بالنسبه لك كريديت في الانترفيوز. وفي كومن كومبتنسيز يعني بكل سيرتن او بتكون في سيرتن جوبس او مانجيريال رولز معينه بتكون عندها، زي زول في اي وظيفه اداريه عليا بيكون لازم يكون عنده مقدره على انه يكون عنده مقدره على الاستراتيجيك بلاننج، عنده استراتيجي اويرنس، عنده مقدره انه تليد التيم، عنده مقدره انه تمنج التيم البرفورمانس بتاع التيم بتاعه. وزي ما ذكرت وعدت انا اكرر في تكنيكال كومبتنسيز معينه انت بتجيبيها، ف when you apply to certain role او job معينه you must انه في بعض التكنيكال كومبتنسيز بيسالوك منها وهي very required. ف عشان ما تؤسس الدبس والبريث بتاعت السكيل المعينه. واضافه للليدرشيب كومبتنسز ودي السكيلز او البيهافير الكونتريبيوت دائما للليدرشيب بيرفورمانس. فالكومبتنسي بيز من الاسم انترفيوز هي بتعني بانه الناس جايين لانه يشوفوا سيرتن كومبتنسز معينه يو ماست ديمونستريت خلال الانترفيو. ف و الكومبتنسي بيز انترفيو يا جماعه وان الكويشن اللي بيسالوك لها دائما هي فريز او بصوره منظمه، والانترفيو دائما كويشنز they need to determine يعني how you handle the task والتشالنجز اللي لقيتك. دائما بيسالوك من الحاجات اللي لقيتك، انا اعيد واكرر في البريفيوس ييرز خلال مراحل تعليمك او في وظيفتك الحاليه او وظيفتك السابقه. والكومبتنسي بيز انترفيوز دائما الاسيسر دائما يعني في this type of interview دائما الزول اللي بيجي يقيم او الزول الانترفيور دار تو ايدنتيفاي الكي كومبتنسيز اللي انت بتمتلكها، يعني الامبلوي سبيسيفيك كواليتيز معينه. البيهيفيرال انترفيو البيهيفيرال انترفيو دائما بيتم بصوره ستراكشر معينه. وزي ما اذكر ثاني في كومن كومبتنسيز الناس يو نيد تو كونسيدر الناس الخريجين، يعني يو نيد انك تعرف عن التيم ورك بلا تحد هم يعني بعقل ديسيجن ميكنج سكيلز. انا هنا اخوانا دار اشير لحته مهمه جدا جدا. انت لما تدخل انترفيو بتاع كومبتنسي بيز انترفيو في اي مؤسسه دائما ما بيعينوا لك انك دار انك في جوب المعينه، وانت عادتك كخريج دائما بتبدا في الوظائف اللي هي اسفل السلم الوظيفه او الوظائف اللي بتبدا بها خريجين، يعني جراديويتس بيبدوا بوظائف معينه سبيشاليست او في وظائف ادمنستريشن محدده او في وظائف مثلا يعني اذا كان انجينير مثلا يعني يكون في مينتنس انجينير الى اخره، بعد ذلك بيتدرج في السلم الوظيفي للوظائف الاخرى. الحاجة دار أنا بهلا أكثر دائما إخواننا في الانترفيوز، الانترفيور أو الأسيسر ما بيعاين للجوب دي،
بعين اكسدا وير كان فيت في الاورجنايزيشن دي في الفيوتشر. الى اي حد الكانديديت ده عنده مقدره في انه هو يحصل له كارير بروجريشن او كارير ديفلوبمنت في الاورجنايزيشن، يمشي في السلم الوظيفي اللي فوقه. لانه في يوم من الايام اذا ما كان عنده زي ما بقول البذره بتاعت اتخاذ القرار لقدام ما بيقدر يتخذ قرار في الشركه. يس في حاجات بطول الزمن ممكن تاخذها بالتريننج بالسكيل تكتسبها، لكن البذره دي لو ما لقوها في داخلك او ما لقوا الحاجه دي موجوده عندك بقدرتك على اتخاذ القرار، سواء كنت رئيس في جمعيه او تيم ليدر او غيره او غيره من الانشطه الاجتماعيه، حتى ولو ما كنت زي شغال قبل كده، فهم دائما بيجروا ورا الحاجه دي بيسالوك اسئله معينه بصوره ستراكشر عشان ما يصلوا لمقدرتك في اتخاذ القرار. لانك في يوم من الايام انت حتكون في موقع بتاع اتخاذ القرار. الكوميونيكيشن سكيلز، ودي برضو من المهارات المهمه جدا يا اخوان انا بركز عليها، لانه يعني المقدره على التواصل مع الاخرين دي مهمه جدا، ودي من المطلوبات وانا بعتبرها من الكور كومبيتنسز، اللي هي انت لو ما عندك كوميونيكيشن سكيلز ما تقدر تشتغل. يعني الكوميونيكيشن بمختلف مسمياته مطلوب من ادنى الوظائف لاعلى الوظائف في اي شركه، وكذلك البروبلم سولفنج سكيلز والليدرشيب كابابيلتيز زي ما ذكرتها، لانها هي بتساعدك كثير جدا. والحته برضه بتاع التايم مانجمنت سكيل، اذا تحدد انك تقدر انك تدير زمنك بصوره معينه. والفلكسبيليتي، المرونه حقتك، هل تزول ريجيت، هل تزول فلكسبل الى اخره. فمن الاسئله اللي بيسالوك لها بالصوره المنظمه دي بيقدر يوصل للحاجات دي. الحته بتاعت الانتجريتي اللي تحدد عندك النزاهه بتاعتك، الصدغيه او الموثوقيه حقتك، التراست ويرنس الى اخره الى اخره، دي كلها من الاشياء يا اخوان اللي بركزوا عليها دائما في الكومبتنسي بيز انترفيو. الكومبتنسي بيز انترفيو زي ما ذكرت يعني دائما الشركات تدوها اهميه كبيره جدا. لو انت بقيت فاميليير او على معرفه بالكومبتنسي بيز يعني كويستشنز قد تدخل انترفيو في كم شركه او في شركه معينه، فانت بتقدر يكون عندك المقدره في انك تو براكتس الانسرز يو وود جيف، يعني تقدر تدي مور ساوند انسرز الى تحدي انك كونفيدنت في الانترفيو بتاعك. الاسئله اللي بيسالوك ليها فيو تو جيت بريبير، لازم تكون جاهز يعني. ف taking time to prepare for this type of interview يعني يا اخواننا كان also بيساعدك to better understand the specific competencies، ومتاحه تلقاها يا اخواننا في النت الى اخره، تقدر تقروا عنها وتقدروا انكم بتكونوا جاهزين لا تحط اذا ما سئلت عن competency، اذا سالت اسئله معينه تعرف تماما انهم هم بيجروا ورا انه يسالوك او هم دارين يوصلوا للpotentialities بتاعتك، لان هم they are looking for potential employees with competencies معينة. فعادة يعني أنا بعض التيبس الممكن أديها لأدو كلها للشباب اللي هي بعض الإكزامبوس على ما أذكر لما تكون تدخل على interviews تاع competency based interviews. زي ما ذكرت لك أحيانا بيسألوا يعني أصعب تاسك أنت اشتغلتها سواء كان في حياتك الجامعية أو حياتك الخاصة، وهل اشتغلت انت براك ولا كنت في تيم، بيسالوك اسئله زي دي. فانت جت بريبير، لانه في النهايه هم بيرموا لي زي ما ذكرت لجدارات معينه دايرين يوصلوا لها، هل موجوده عندك ولا لا. يعني الكونتريبيوشن بتاعتك في التيم، يعني البوزيتيف كونتريبيوشن كان شنو، عملت شنو لما تكون عارف في شغل تاع تيم ورك في الجامعه، مشروع تخرج الى اخره الى اخره. فدونت شاي الحاجات دي اخواننا اذكرها في الانترفيوز. اي خبره سابقه انت كطالب ما عندك خبره عمليه، لكن يو نيد تو شو الحاجات دي للانترفيور، البوزيتيف كونتريبيوشن بتاعك، شنو الحاجات اللي انت وصلت فيها لريزلت معين وجبتها، كيف وصلت لها، كيف الى اخره. فالنيجاتيف فيدباك شنو اللي انت الليسون ليرن من حاجه، حتى لو كان في خطا دونت شاي، حتى اخطائك اذكرها، حتى لو كان فيها حاجه في الحدود الممكن انه تفصي عنها يعني. فكيف انت يهاندل الحاجات بتاعتك، واصعب موقف يكون مر بك وانت يعني ديفيكال سيتويشن معين وقدرت تحل المشكله كيف، يعني وتوصلت للحلول كيف، والطريقه اللي وصلت لها كيف، الستبس اللي مشيت بها، وهكذا. يعني في اسئله دائما بتكون بالطريقه دي، يعني على سبيل المثال الحصري يعني. وللناس اللي بيكون عندهم خبره معينه او اشتغلوا في شغل بسيط او غيره، او
يعني المشاكل تحت الكاستمر، إلا لقى كاستمر معين حليت مشكلته كيف، توصلت لحلوله كيف، الريزولت الكاستمر كومبريس، الوقت اللي ادوك فيه مسؤوليه معينه يعني ريسبونسبيلتي وكلفوك بها. قبل كده اصلا ما كلفوك بحاجه يعني شبيهه بها، يو هاد نيفر هاد بيفور، يعني عملت تشبيه يعني الى اخره يعني. وممكن يسالوك اسئله برضو عن اذا كنت في تيم، عن التيم اوفرول بيرفورمانس، واكثر انت ديسيجنز اخذتها في حياتك، اكثر ديسيجن او تشالنجينج ديسيجن اخذته في حياتك يعني، او يو هاف ايفر ميد ات ورك ات يونيفرسيتي الى اخره، او في حياتك الخاصه، والاوت كم كان شنو من الحاجه دي. يعني ممكن تسال اسئله زي دي، قد ربما يسالوك يعني، ودي اسئله تكون دائما مفتوحه يا جماعه. يتوقع دائما الاسئله تكون اوبن كويستشنز، يعني بيدوك اسئله مفتوحه كده، وانت يعني انت ومقدرتك في انك تقدر ترد على الاسئله دي بالصوره المطلوبه يعني. في نيد تو جيت بريبير و تشينج معين، هل انت غيرت طريقه معينه كنت تأدي بها حاجه، وهل قدرت اكوموديت يعني مع التشينج اللي حصل، غيرت طريقه معينه تأدي بها شغل معين او تأدي بها تاسك معين او مهام معينه او غيره. برضو ممكن من الحاجات على ما اذكر الممكن انت طبعا رديها في الانترفيوز، ممكن يسالوك عن اي حاجه لقيتك او مشكله او بروبلم، و did you use مثلا فور اكزامبل يعني كرييتيف سوليوشن للمشكله دي، وكان شنو السوليوشن بتاعك والنتيجه اللي وصلت لها شنو الى اخره. لو في كونفليكت معين او في مشكله معينه، انت الرول بتاعك كان شنو مثلا اذا مر بيك كونفليكت معين، فانت لا تحد يعني سكسسفولي هاندي ذا الكونفليكت ده، سواء كان كونفليكت في ورك بليس، في جامعه، في غيره، في حياه خاصه، قدرت انت الكونفليكت ده يعني. ومن الاسئله الاكثر شيوعا يعني انت ممكن تسالها، يو نيد تو جيت بريبيرد، البيجست اتشيفمنت في حياتك شنو؟ وات از يور بيجست اتشيفمنت؟ يعني ممكن تكون شهادة التخرج حقتك، ممكن تكون بيجست اتشيفمنت في ورك بليس. فدائما لما تضطر لحاجه زي دي لازم تشو الايفيدنس، يعني جيب الدليل، ما تتكلم كلام، لانه عاده الانترفيورز بيكون عندهم اسئله بصوره معينه. فزي ما بيقولوا بالداري، لو قدرت تنجو الاجابه ما ياها وتجيب، هم قد يصلوا يعني، قد يصل الانترفيور بالذات اذا كان متمرس في الانترفيوز، الاسيسر بيقدر يصل لانك انت صادق ولا ما صادق من خلال لانه في اسئله، وفي اسئله بتكون كروس تشيك للحاجه اللي فاتت، فتوقع حاجه زي دي. فحاجاتك اصيره بكل وضوح، انجازاتك، اخفاقاتك، عالجتها كيف الى اخره. في يعني كثير من الشركات برضو يعني، او في معظم الشركات في الكومبتنسيز انترفيوز يعني، من الحاجات برضو انا ممكن يعني اتطرق لها، بيسالوك بيستخدموا حاجه اسمها الستار موديل او الستار ميثود. الستار ميثود دي اختصار الاس لسيتويشن معين يعني مر بيك، يعني تو ديسكرايب سيتويشن زي ما ذكرت انه هو اللي توك بليس السيتويشن ده، و خلال السنوات اللي فاتت الى اخره، والتي ترمز للتاسك، التاسك كان شنو اللي انت يعني يو ريسبونسبل فور، بتلخيص الكلام اللي قلناه قبل شويه. والاكشن للتخصص شنو؟ يعني هي ستار اس تي ستار اللي هي الاكشن اللي التخصص يعني عشان تحل المشكله دي، يعني هاو انك حليتها، والريزلت اللي وصلت لها شنو؟ انا داير اتصل لانه دائما خد في ذهنك الستار ميثود دي. الستار ميثود دي دائما هو يعني هم دائما الانترفيورز يعني يعني معظم الانترفيوز بتاعت الكومبتنسي بيز بتتلخص في الميثودولوجي بتاعت الستار ميثود، او الطريقه بتاعت الستار ميثود اللي هي السيتويشن المعين، التاسك اللي انت عملتها، الاكشن، الريزلت كان شنو، يو نيد تو بروفايد الريزلت اباوت الاكشن يو توك يعني، اند سو اون. فور اكزامبل الحاجه دار اقولها في الكومبتنسي بيز انترفيو، انا دار اتكلم عنه بحساب يا اخوانا لانه مهم جدا من الانترفيوز الكون في معظم الشركات. دائما يعني انا يعني بقول دائما الكي اليمنت لاي افكتيف
competency based interview اللي هو ذكر دائما بيسألوك questions based on real past experience. Questions based on real past experience اللي هو الخبراتك الحقيقية الفاتت. فدائما الأسئلة يا أخواننا أعيد وأكرر focus دائما على current situation والسيناريو شنو بتاعت الفيوتشر. المشكلة اللي بلاقتك هتحلها يا طريقة بنفس الطريقة ولا طريقة أخرى. ودائما السي بي اي باختصار شديد يا اخواننا الكومبيتنسي بيز انترفيو ده من اهم الانترفيوز, بيهدف دائما لاكشوال انسيدنت حصلت لك في الباست بالنسبه لك كانت ديس. وبرضه نتذكر دوما يا اخواننا انه الكومبيتنسي بيز انترفيو زي ما قلنا بيقولنا كويستشن بيز والريال باست اكسبيرينس ات ذا سيم تايم الكومبيتنسي بيز انترفيوز الكويستشن فوكس اون البيهافير on a competency, your behavior, demonstrated behavior. يعني انت ككانديديت يعني انك عشان to successfully perform in any situation يعني لا 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 في الانترفيوز يعني questions دائما based on recognizing specific competencies. بالمهمة جدا يا جماعة. الانترفيور دائما بيسأل أسئلة بتركز على behaviors. يعني الكانديديت should be demonstrated while انك انت you are handling او بتتكلم عن particular situation زي ما ذكرت قبل شويه. يعني ممكن تكون هي يعني بالنسبه للكانديديت يعني you need to recall all behaviors انت داخل على الانترفيو all يعني incidents مرتبط, لانه في النهايه هم دايرين ال يعني في الانترفيو في فترة معينة البسيطة سواء كان ساعة أو ساعة أو أكثر دهرين يوصلوا للبيهيفيرز اللي انت مفروض يو اكشوالي ديسبلاي في سيتويشن عملت في الانترفيو. تذكر دائما البيهيفيرز يو اكشوالي ديسبلاي يعني انت البيهيفيرز اللي انت او الكومبيتنسيز اللي انت استخدمتها في سيتويشن لك. فيما يخص الـ competency based interviews برضو من الحاجات الـ interviews انا ما اعرف الماوس ما متحرك معي. الحاجة اسمها الأسسمنت سنترز. الأسسمنت سنترز يعني مصطلح أو هي سنترز يعني الناس المؤسسين لها أو الآباء الفعليين لها أو الفاوندرز عندنا هم ناس البريتش سايكولوجي اللي هي السوسايتي. والأسسمنت سنترز دائما يعني هي مجموعة بتاع انترفيوز بتندرج او كلها ممكن يعملها. يعني انت بتكون بتدخل من انترفيو لانترفيو اخر وديبنس. يعني بعض الشركات بتخط الكانديديت في ملتيبل انترفيوز يعني عدة انترفيوز بيفور ميكينج الهيرينج ديسيجن. دي دائما بتكون للوظائف المهمة جدا يعني اللي هم ما بيدي يعتمدوا على طايب واحد تاع انترفيوز. وكل الطايب ساعة الانترفيوز اللي ذكرتها ممكن تلقاها في الاسسمنت سنترز. بمعنى انك you might يعني start with phone screening زي ما ذكرنا جليل في الاسسمنت سنترز. البداية تكون الغربلة الاولى من الفون سكرينينج انترفيو. خليك حذر جدا يعني وخليك يعني مفتح يا ما بقوله بلغة الشباب مفتح في الفون سكرينينج انترفيو اجاباتك سماعك للأسئلة لأنه هو من البداية ممكن يبدأ معاك الأسسمنت سنترز بالفون سكرينينج انترفيو. و it could be برضه يا أخواننا followed by in-person interview. يعني الperson interview ده بيكون دائما one to one غالبا يعني ده المرحلة الأولى بتقابل شخص معين interviewer بيسألك أسئلة معينة. وبرضه you might يعني هو برضه جماعة ديل الناس الانترفيورز أو الشركة زي might invite to الناس اللي بيكون top candidate اللي هم اتخطوا المرحلة دي أو هم ال successful اللي باص المرحلة الأولى دي بدون برضه زي second round اللي هم ممكن تكون
it could be طبعا in different type of interviews زي ما ذكرت تنتقل من one to one interview اللي first time لبانيل interview اللي هي البانيل interview اللي هي دي ذكرناها حس ال CBI وال competency based interview البانيل بيكون فيها 2-3 من مختلف التخصصات وعادة دول بيكون staff أو موظفين في senior position أو مدراء إدارات من ضمنهم بيكون في ممثل من الموارد البشرية بيكون في ممثل من ال الاوبريشنز بيكون مع الادارات المختلفه يعني السبلاي تشين الى اخره بيكون عندهم الخبره الكافيه في انهم يعني يادوا او هم تؤسس الكانديديت. وزي ما ذكرته ممكن يبدا من الفون سكريننج المرحله الاولى لل1 تو 1 يعني 1 تو 1 انترفيو ده المرحله الاولى المرحله اللي بعدها للبادي الانترفيو او بتمشي لمجموعه من الاسيسرز. والحاجة دي أخوانا دائما يعني أنا برضو أوصي الشباب الخريجين أنت من السي في حقتك ما السي في أخوانا عندها طريقة معينة تتعامل بها هنا ما المغام نحن نتكلم عنها لكن أنت لازم تعرف الطريقة المثلى لصياغة السي في حقتك هذا العنوان الأول اللي أنت بتخش به اللي بيقدم بنفسك للوظيفة يعني في أي مؤسسة إن كانت فالناس الابلكيشن بتاعك من كتابة السي في بتاعتك يعني في ناس طبعا زي ما بيكتبوا بيبالغوا في السي في بيكتبوا حاجات كده اكزاجريشنز يعني بيكتبوا حاجات هي ما واقعيه بيتكلم عن كومبتنسيز بيكتبوا في السي في حقته اصلا هو ما عنده الكومبتنسيز دي فدائما السي في حقتك يتعامل بصوره معينه وفي طرق كثيره جدا لو دخلتوا النت تلقوا انه الطريقه الامثل تعمل بها السي في كورسات معينه في ناس عندهم المهارات المعينة في إنهم يساعدوك تعمل السي في حقتك بصورة صحيحة. فالسي في دي ما أول حاجة توصل لشركة أو المؤسسة المعينة في الفيرست سكرينينج في الغربة الأولى. فدائما الحاجات دي بعينوا لها الفيتشرز من الأبليكيشن بتاع السي في لغاية الانترفيو. وزي ما ذكرتها ممكن الأسسمنت سنترز تشمل عدة حاجات ديسكشن في برزنتيشن في سايكومتريك تيست بيدوك ستراكشرد انترفيوز يدوك قطعة معينة بتكون فيها مشكلة معينة تلقاها في نص صفحة في صفحة بعض القطع دي بيسألوك أسئلة معينة بيشوفوا قدراتك إلى حد وصوءن فبيكون عدة انترفيوز الهدف الأساسي من السبسيكوينت انترفيوز إنه دارين هم الناس المؤسسة والانترفيور المعينة والأسيستر دار تو جو إن ديبس مع الناس التوب كانديديتس او الناس التوب بيرفورمر في المعاينات الاولى وزي ما ذكرت انه ممكن يمشوا معاك وزي ask you more complex question ده الفولو اب ده في الايرلي كويستشن يعني انه ممكن يسالوك اسئله كثيره جدا والاسئله دائما بتكون مبنيه على بعض يعني تكون اسئله باديه لكن يمشوا معاك ديب they go in depth يسالوك اسئله بتكون اكثر تعقيدا اللي قدام ومره ممكن ياخذوك في بعض المؤسسات بياخذوك كده تور في الفاسيلتي الموجوده في الشركه ويسالوك اسئله معينه اثناء التور بتاعه دي لانه هم يكون رننج افتر كومبتنسيز معينه او جدارات معينه دار يوصلوا لها هل انت بتمتلكها ولا لا فدائما الانترفيوز برضه من الانترفيوز المهمه جدا الناس to take care different types of interviews ممكن تكون حتى بتاعت من البداية من السي في لغاية ال one to one لغاية ممكن تكون زي ما ذكرت مجموعة من الاسيسورز في الاسيسمنت سنترز بيدوك أحيانا برزنتيشن معينة تقدمها بيقول لك تكلمنا عن كاستمر سيرفيس عن مشكلة في شركة معينة حلها الحلول كيف مرات بيكون في جروب ديسكشن مرات بيكون في رول بلاي واحد يمثل كده تاجر او واحد يمثل مثلا مقدم الخدمه او واحد يمثل موظف بتاع كاستمر سيرفيس في كل الاحوال هم بيكونوا الاسيسر قاعدين بيراقبوا بيشوفوا الى حد الكومبتنسيز المعينه او الجدارات المعينه هل بيمتلكوها النازل بيكون في جروب ديسكشن ممكن يكون برضه من السايكومتريك تيست من البدايه فدي الحاجات على سبيل المثال الحصر اللي انت بتطلع بها يعني أنا يعني من بعض الحاجات واللمحات اللي أخذناها دي عن الانترفيوز الناس كيف يستعندها داير ترابط يعني داير أقول إنه دائما يعني بالنسبة يعني الجريت جوب انترفيو يدوك فرصة to learn more about the candidate يعني أنت كانترفيو في نفس الوقت بده الكانديديت فرصة في إنه يعرف أكثر عن البيزنس
وعالم البيزنس والشركات والاوبورتيونيتي بتاعت ليرنينج. الانترفيو برضه يا اخوان اوبورتيونيتي بتاعت ليرنينج فور بوث سايدز، يعني بالنسبه للشركات بدون فرصه يتعرفوا على الكانديديتس، وفي نفس الوقت الكانديديت بيديه فرصه يتعرف على الشركه. لانه عاده في الانترفيوز بتاعت الكومبتنسي بيز انترفيوز بيديك نبذه على الشركه وعن المناشط بتاعت الشركه او عن الجوب ذات اللي انت مقدم لها، وبيكون في زي ايس بريكر في بدايه الانترفيو قبل ما تدخل الانترفيوز بالتفاصيل. فانت حتى الاسيسر ذاته لما يسالك الاسئله دي والعمليه تو كوندكت الانترفيو، يعني زي باختصار شديد هي دي فرصه يعني بيدوك لها تو الاو يعني يو تو ميجر يعني يور ابيليتي في انك تسين كويكلي، يعني بيدوك حاجات معينه بيسالوك ما اشوف مقدرتك على التفكير وبرضه مقدرتك انك ديسكرايب هاو يو اوفركم التشالنجز اللي لاقتك وهاو انك انت كونتريبيوت للسكسس بتاع بروجكت معين، وعشان هم يقدروا انك هل عندك المقدرات او القدره تو بيرفورم يعني الاكسبكتد تاسك لما الاكسبكتد يعني ورك تاسك لما تستلم وظيفه معينه. والجوب انترفيو انا بعتبر انه يعني فرصه برضو انه يعني هيلب يو انك تو كومبير يعني البوتنشال كانديديت ويز اذرز، يعني مقارنه بالاخرين تشوف زوان بالنسبه للشركات most يعني this one fits at least تحت الرول. وبرضو من الفوائد الكبيرة جدا يا اخوان في الانترفيوز بالذات في الاسسمنت سنترز، فدائما الزول الاسسر في الاسسمنت سنترز وبالذات في الانترفيوز اللي بتكون فيها مجموعة من الاسسرز او الرول بلاي، في واحد من الانترفيوز بيكون ريكورد كل حاجة بتقولها انت، يعني بيعمل له ريكورد بيسجلها، واحد بيسأل واحد ريكورد كل الاجابات بتاعتك. لما تيجي تتحلل في النهايه الاجابات دي بصوره معينه، وده المنهجيه اللي بيشتغلوا بها ناس البريتش سايكولوجي للاسسمنت سنترز يا اخواننا، بيجوا بعد ذلك بيدوك فيدباك حتى ولو ابنك انت بالمناسبه لو ما اخذوك للجوب، فالناس ديل يعني بيدوك كانديد فيدباك، يعني بيدوك فيدباك بتكون جينوين بيفيدك انت ذاتك، بيقول لك والله يا اخي انت في الجزء ده اديت مثلا اداء كويس، في الحته دي انت عندك يعني اريا اوف امبروفمنت او ويكنس او ضعف. يعني أي زول حتى لو كان خريج جديد مرات بتكون بالنسبة له فرصة كبيرة جدا to learn، فرصة كبيرة جدا إنه يعني to يطور نفسه في المهارة المعينة ويطور قدراته. فبيجي يدوك candid feedback، يدوك report كامل عن أدائك في الانترفيو، نقاط القوة وين، نقاط الضعف وين، عشان تقدر تعالج اللي قدام لو اتحت لك أي فرصة في داخل المؤسسة دي later on، أو إذا كانت اتحت لك فرصة في مؤسسة تانية. فباي ذا واي مفيد جدا يعني بالذات الاسسمنت سنترز، واصلا الاسسمنت سنترز ما للناس الخريجين، حتى بتتعامل للناس في الوظيفه ذاتها، بتتعامل حتى للناس الجونيور ستاف اب تو ذا ليفل اوف يعني السي سويت او الاداره العليا للشركه حتى المدراء، ده بيتعامل لهم بصوره معقده جدا جدا، وفي اذر تايبس اوف انترفيوز بتتعامل. فالاسسمنت سنتر مفيده جدا لانه يعني بيديك كانديد فيدباك عن الحاجات بتاعتك يعني. وأنا دار أقول إنه ده يعني so far ده يعني جهد المغل في ناي، وأنا أترك الفرصة للشباب لو في أي أسئلة ولا في أي حاجة يعني. أنا يمكن دي تفصيص على الانترفيوز الممكن تلاقيها، فنحن ready لأي سؤال، وأنا شاكر لكم شديد يعني. شاكرين لأستاذ الفاضل على البرزنتيشن. في كذا سؤال يا أستاذ الفاضل اتذكروا في الشات، أنا حارفعهم لك أو حاذكرهم لك عشان أو ممكن تذكرون واحد واحد ما مشكلة. في سؤال إنه ليه في البلد دي ما في حوكمة للموارد البشرية؟ حوكمة للموارد البشرية؟ ليه بكار ما في حوكمة للموارد البشرية؟ يعني أنا ما فاهم المقصود شنو، كيف القاصد شنو نزول سائل السؤال الحوكمة يعني. يعني أنا حاجات حسيس يمكن أبدلك من الحاجة الأخيرة حسنا قلتها، يعني إذا كان الحوكمة بتعني إنه الحتة بتاعت التراست ويرنس والحتة بتاعت الصدقية في التعامل والناس تحتكم لمعايير معينة، فزي ما ذكرت حسي في آخر كلام قلته عن الاسسمنت سنترز،
الاسسمنت سنتر فيها صدقية كاملة يعني فيها ترانسبيرنسي لأنه أصلاً مبنية على خوكمة يعني مبنية أنا ما حاجات ما تطرقت لها مبنية على الريليبيليتي والكريديبيليتي تحت الأسئلة وإنها أسئلة أصلاً معدة بصورة معينة وبتفق عليها يعني أنا زي ما ذكرت في أجسام يعني زي البريتي سايكولوجي زي سي آي بي دي زي الشر دي البوديز المنظمة للمهنة للإس آر ويعني أكد القول إنه بكل صدقية بيحكس للكانديديت وبكل وبعدين الانترفيوز يا أخوان ستاندرز يعني ما معمول أنا ما تطرق لتفاصيل أكثر يعني الأسئلة اللي بيسألوها لي إكس بيسألوها لي واي بكل صدقية والأسئلة اللي بيسألوها لي واي بيسألوها لي زد مع اختلاف قدراتهم في الإجابات بعد ذلك اللي هي التقييم الريتي وأنا أبدأ من الأخيرة دي يعني إذا كنا نتكلم على الحوكمة يعني فقد أكون جاوبت على جزء من الزول ستايل إذا قدرت أجاوب يعني أتمنى إنه الإجابة تكون وافية بالنسبة له. نعم. برضو في طلب بتاع إنه ممكن التقرير بتاع تقييم المهارات اللي تم الاتفاق عليه ويتشارك مع المشاركين أو أي ملف من خلاله يمكن تقييم الكومبتنسيز المختلفة. هل في إمكانية زي دي؟ هذا البرزنتيشن اللي حس ذكرته ده هو كلام أنا ذكرته من واقع الخبرة والتجربة. لكن الحته بتاعت الكومبتنسيز يا اخواننا متاحه يعني نحن ما يعني الكومبتنسيز المطلوبه انا برضو انا جبت لكم في معرض كلامي تكلمت عنها الكومبتنسيز المطلوبه للمحاسب ما زي الكومبتنسيز المطلوبه للانجينير الحته بتاعت المحاسب مثلا الحته بتاعت الارقام والفيجرز والكنترول والحته بتاعت يعني يمكن دي مهمه جدا التدقيق في المهنه ذاتها او مثلا في المحاسبه فور اكزامبل فكل مهنه عندها يعني زي ما ذكرت كل وظيفه اهبل الكومبتنسي دي تجي كيف عندنا اي وظيفه معينه بيكون عندها جوب ديسكريبشن بيكون مصاحب لها كومبتنسيز معينه للجوب دي بيكون في الانتري ليفل في الانترميديت ليفل في ليفل اعلى لو انت يونيت تشوف الكومبتنسيز دي ات ليست وبتختلف من شركه لشركه تختلف من وظيفه لوظيفه يعني الجوب فاميليز بتاعت السيلز بتختلف من الجوب فاميليز بتاعت الناس الشغالين في السيلز او الماركتينج بتختلف بتعتبر جوب فاميليز او بتعتبر يعني منظومه بتاعت كومبتنسيز بتختلف من الناس الشغالين اللي هو في المحاسبين في شركه معينه ولا اكاونتنت في الفاينانس بتختلف من جوب لاخرى لكن من الصعب اقول والله انا يعني الكومبتنسيز الفلانيه لكن طبعا انا على ما اذكر في يعني انا كده احاول ذاته اشوف في اللابتوب بتاعي ده هنا في كومبتنسيز بتكون جلوبال كومبتنسيز يعني انا يمكن او كومبتنسي ديكشنري بتكون يعني مرات بتلقاها بيقول على دخلت في النت بيقول على جلوبال كومبتنسيز قد تلقى فيها حاجات اللي إن قد تكون شبيهه او قريبه للمطلوبات حقتك او للجوب اللي انت مقدم لها يعني الجلوبال كومبتنسي ديكشنري دي قد يكون متاح انا ما عندي حسن لكن زي ما ذكرت الحاجات الاناليتيكال ثينكينج والبروبلم سولفينج والحته بتاعت الاسيرتيفنس الميزه شنو انه معرف لك الكومبتنسيز دي بعرفها يعني معرف الكومبتنسيز دي اللي بصوره واضحه جدا يعني اي كومبتنسي بديها تعريف واذا كان الشركات هي انا ما اقدر اقول انه والله كلها زي سيم الاويل اندستري البترول الاويل اند غاز اندستري تختلف من التكنولوجي اندستري يا اخواننا بتختلف من الفود اندستري فشكل الكومبتنسيز المطلوبه بتختلف من حته لحته يعني من شركه لشركه لكن انا ماي ادفايس ليك انت كخريج لو انت قدمت لوظيفه معينه بتعرف ايه الوظيفه دي اذا كان وظيفه في الكاستمر سيرفيس اذا كان وظيفه في الفاينانس اذا كان وظيفه في البلاننج تخرج بزنس اذا كان اقتصاد خريج وظيفه مثلا دايرينها في الخارجيه الناس يعني البوليتيكال ساينس ولا يعني ناس خريجين اقتصاد وظيفه دايرين زول بتاع اقتصاد قياسي الى اخره الى اخره فانت بتمشي تبحث يعني ما من الصعب فانا الاكسس يعني جيل بتاع الشباب انتم الخريجين ديل والله الاكسس الانفورميشن ما صعب وزي ما كان ذكر الاستاذ فاروق كمبريس انا حضرت جزء من المحاضره القيمه او المداخلات القيمه حقته فيما يخص انه المعلومات او الانفورميشن فمتاحه للجيل له صوره اكبر من احنا من اجيالنا اللي احنا يا اخوانا الاكسس الانفورميشن النت دي في اي حاجه والكورسات في اي حاجه انت لو دار تعرف اكثر بتعرف الوظيفه المعينه الكومبتنس المطلوبه لشنو المهارات لو كتبتها في جوجل ساي يعني المهارات المطلوبه شنو على الاقل تو جيت بريبير
يعني البروبلم سولفينج، الكاستمر سيرفيس، الكوميونيكيشن سكيلز، دي من اهم الكومبتنسيز اللازم يتضمص، لازم اي زول مقدم لاي وظيفه بالذات البروبلم سولفينج، المشاكل اللي لقيتك، العقبات اللي انا ذكرتها جبيل لك في معرض كلامي عن ديفرنت تايب اوف انترفيوز، دائما هي تتكلم عن عقبات، مشاكل، تشالنجز، تحديات لقيتك، عالجتها كيف، تقدر تواركب المشكله كيف، البروبلم سولفينج، التكنيك اللي اخذت شنو، خد في ذهنك دائما دي من الحاجات الاساسيه في اي يعني انترفيو بمختلف المسميات اللي استعرضناها دي على سبيل المثال الحصري ممكن تواجه فيها. فما اقدر اقول والله في كومبتنسيز معينه كان فيت لاي وظيفه او كان فيت لاي يعني ليفل معين في المؤسسه. اذا بتسمح لي بس باضافه بسيطه في الحته دي يا استاذ الفاضل. تفضل. على حسب علمي او على من حسب تجربتي الشخصيه، انه اي مؤسسه او اي انستتيوشن انت بتقدم له بيكون عنده كومبتنسي فريم ورك، فانت ممكن تحاول تطلع عليه، او اذا ما لقيت الكومبتنسي فريم ورك الخاص بالمؤسسه اللي انت مقدم لها ممكن ترجع للجنرال فريم ورك اللي تكلم عنه استاذ الفاضل حاليا. طيب سؤال ثاني يا استاذ الفاضل. الكومبتنسي فريم ورك بيكون خاص بالمؤسسه غير ما تديك له لنوع من الكونفيدينشياليتي الى اخره، بعض المؤسسات ما بتيح انه الاكسس للحاجه، لكن في حاجات جنرال مفتوحه لكل الناس انه كالكومبتنسيز وتعريفاتها يعني السطش بتلقاه موجوده فيه. يعني لو دخلت في اي ويب سايت بتلقى انه لو كتبت عن الكومبتنسي الجلوبال كومبتنسيز ديكشنري بتلقاه، مرات بتلقى 20 30 40 كومبتنسي موجوده تعريفات لها، بتديك كلو او فكره تكون انت جاهز يعني للانترفيو. تفضل يا رب. طيب في سؤال ثاني، ما هي الاولويات المفترض يركز عليها الخريج بصوره كامله، كورسات، تدريب او زماله؟ بصوره خصوصا للشخص متجه للعمل في الشركات حديثا. طيب سؤال كويس جدا جدا، هما حاجتين اتمنى اي خريج يعني يصغي كلام يصغي يعني للحاجات اللي حنذكرها دي، يعني هو يحطها في باله دائما، خريج بزنس، خريج هندسه، خريج بتاع اي اقتصاد الى اخره الى اخره الى اخره، عندك حاجتين ليه؟ التوظيف بصورة كويسة في شركات محترمة كبيرة. أولاً اللغة الإنجليزية. الإنجليزي يا أخواننا يعني بالنسبة للخريجين يتزمص، ما يقول لك درست بالعربي، أول مؤسسة شغالة بالعربي. الإنجليزي ده فرصتك في إنك تكومبيت، يكون عندك كومبيتيتيف إيدج، أنت ما عندك ميزة تنافسية عسى تنافس مع آخرين. اللغة الإنجليزية تتزبس، يعني تتزمص. فلازم تكون لغتك الإنجليزية، الكوميونيكيشن، التواصل، المقدرة على أنك تتكلم باللغة الإنجليزية، ممكن يسألوك انترفيوز تتكلم بالإنجليزي، مهم جدا جدا. نمرة اثنين، أنا ما أقدر أقول إتمام الكامل باللغة، لكن أتليس إن يكون عندك المقدرة على التواصل مع الآخرين باللغة الإنجليزية. إذا سألوك أكتب بريزنتيشن أو ريبورت، بيسألوك يقول أكتب باللغة الإنجليزية. نمرة اثنين والأهم من ده كله يا أخواننا، الناس ما انت انا ذكرت في اول كلامي انه 99 و9 من 10 او 8 من 10 ده اول كلامي قلته من الخريجين من الجامعات بيمشي لسوق العمل، والبوينت 1 او بوينت الواحد من 100 ديل هم ديل بيمشوا ليه كريسيرشرز ولا كمساعد تدريس زي ما ذكرت. فانت عشان انك تبني كارير قوي تكون مستعد للوظائف الجايه، أول سنة دي ممكن تشتغل، لكن دائما بعد أول سنة أو سنتين أو من حتى لو بديت الزمالات المهنية، فدي بتفتح لك آفاق كبيرة جدا جدا للناس الإنجينيرز البي إم بي، الناس المحاسبين عندك الشهادات الزمالات المهنية في المحاسبة. أنا بعرف تماما بعض الناس بدوا الزمالات المهنية دهم في السكول أوف مانجمنت في سنة ثالثة. أنا بعرف كان الزميلة معانا والآن هي في منصب مرموق جدا، قالت لي أنا بديت الزمالة بتاعت CMA دي بدتها وهي طالبة في سنة ثالثة في مدرسة العلوم الإدارية جامعة الخرطوم في المحاسبة في الأكاونتينج، واشتغلت معانا فترة هنا في الشركة، وأنا قلت والله very impressed بالديسيجن بتاعها لأنها بدت CMA هي طالبة وبدت تقرأ الكورسات بتاعتها. Certified Management Accountant بالنسبة للناس اللي مشوا في مجال الأكاونتينج، CBA طبعا دي الليفل المتقدم، ACCA إلى آخر. الزمالات المهنية دي ميزتها غير انك بتديك يا اخواننا knowledge is power، knowledge is power، فتديك النولج الكافيه، فتديك السكيلز، تديك المهارات الكبيره جدا، حتى انت لما تأدي الجوب حقتك. يعني الليله مثلا انا لو جانا مثلا واحد حامل لسيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت
دي يا أخوانا بتعادل 3 سنوات بتاعت خبرة، 3 سنوات خبرة. يعني لو جاك الليلة زول جديد لو خبرة سنة وماخد عنده CMA holder للتو يعني الليبل 1 والليبل 2، ده بتخده حتى في التوظيف في السالري في الجريد بتخده في الليبل أعلى، ما الليبل بتاع الانتري ليبل، لأن دي بتعادل 3 سنوات خبرة. الزمالات المهنية تديك competitive edge، الكارير بتاعك تصل سريع، كارير بروجريشن بتاعك بيكون سريع جدا. يعني انت لانها هي اصلا مربوطه بالعمل برضو، للناس في مجال الاتش ار برضو الزمالات المهنيه مهمه جدا، في مجال السيلز، في مجال الماركتنج الزماله تحت الماركتنج، ال سي ام اي الشارتر، يعني الزمالات كثيره جدا، الزمالات العالميه الموجوده كثيره جدا، والوصول لها ما صعب، يعني انت الاكسس لها ما صعب، سواء كان اونلاين او امتحانه من هنا بيكون اونلاين او فديس از ماي ادفايس تو ثينكس، اللغه الانجليزيه والزمالات المهنيه. طيب ده بيجيبنا للسؤال اللي بعده طواله، ان هي الزمالات او الشهادات المعتمده في الاتش ار هي شنو؟ والله في مجال الموارد البشريه زي ما ذكرت السي اي بي دي، دي من الزمالات العالميه المحترمه جدا اللي هي بريتش بيس وقديمه جدا في الموارد البشريه، والشرم الاي سوسايتي اوف هيومن ريسورس مانجمنت. السي اي بي دي ذاتها فيها ليفل، يعني فيها ليفل متقدم وفيها ليفل ابتداء عن الخبره، لكن دائما هم بيقول لك تعال بعد 3 سنوات خبره او سنتين، لكن انت واي نوت تقرا الكورسات بتاعته وانت حسي كمبتدئ، بيساعدك كثير حتى في المهنه حقتك. ولما تكون انت ربطت الخبره العمليه مع البروفيشنال نولج، انا اقول عليها بروفيشنال، بتأدي جيب حقتك بصوره كبيره جدا. لما تلحق بعد سنه او سنتين او 3 سنوات خبره يقول لك تعال اقعد لامتحان، او يعني انت استوفيت الشروط انك تمتحن، بتكون جاهز الزاد طيب، وبتفيدك حتى في عملك الحالي. في مجال الاتش ار هذه الزمالات اللي ممكن تكون يعني بتفيدك، يعني او اضافه لبعض الحاجات اللي بتحتاج لها لقدام، دي الاسيسورز سكيلز بتاعت البريتش سايكولوجي دي، انت دي بتفيدك لما تكون في ليفل اعلى عشان بعدين تكون اسيسر، او تكون دول يعني الشركه او المؤسسه المعينه بي 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 بتديك الفرصه في انك تكون دول انترفيور او اسيسر. ده في مجال الاتش ار يعني. فكل المهن البروفيشن دي يعني زي الـ HR زي الـ accounting عندها زمالات مهنية محترمة جداً كويسة. طيب في سؤال بيقول لك إنه في بعض الانترفيوز في سؤال بيكون عنده علاقة الوظيفة، هل ده بيكون له هدف معين؟ يس، أنا ما ذكرت جيبيل اللي هي الـ job related interview، تذكر دائماً أنا ذكرت بقى جيبيل، ما هو دارين مهندس تاع صيانه فور اكزامبل، دارين محاسب اكاونتنت خريج بزنس او خريج اكاونتنج، ابسط حاجه لازم يسالوك عن البالانس شيت والانكم ستيتمنت والاكروالز والفيكسد اسيتس، لازم يسالوك، والا لو ما كان يعني اضافه للانترفيو تاع السوفت سكيل دي بيسالوك الاسئله دي، تتمصط على شيء لازم يسالوك ده. فانا ذكرت جيبيل في معرض كلامي عن الانترفيوز اللي هنا التكنيكال انترفيو، وده عاده بيجولوا دائما للوظائف يا اخواننا الجونيور، لانه انت يعني الحاجه ده اقولها للشباب خريجين بزنس بيكونوا هم اوير بالحاجه دي كثير. الهيراركي بتاع اي مؤسسه بيبدا بجونيور، انت بديت كجونيور ستاف كمبتدئ في الوظيفه، بعد تمشي لسينيور ليفل، يعني سينيور ليفل تمشي لسوبرفايزر ليفل، تمشي لمانجيريال ليفل، تمشي بعد لليدرشيب الليفلز الأعلى. فأنت كل ما كنت يعني في السلم الوظيفي في بداية السلم الوظيفي، أنت أكثر حاجة بتأدي التاسك أو المهام اللي هي تتطلب التكنيكال سكيلز كثير جدا جدا، وكل ما مشيت لأعلى السوفت سكيلز مطلوبة، المهارات الإدارية والقيادية والليدرشيب والآخر دي كلها مطلوبة في الوظائف الأعلى عشان الناس اللي يقدروا هم يديروا الناس تحتهم. لكن سيق تماما أي تكنيكال سكيلز في الليبل الأعلى مهمة جدا جدا، يعني ده من الليبل الأقل أو الليبل الابتدائي أو الليبل الانتري ليبل، محتاج إنك يكون مهاراتك التكنيكال عالية جدا يعني في الليبل ده. أيوة أوكي. في سؤال تاني أفتكر إنه ده من موظف بتاع HR أو حاجة بالشكل ده، بيقول إنه دائماً في الشركات بيكون في تجنب من الموظفين تجاه الـ HR، أنت كـ HR قادر تجذبهم نحوك كيف ومن دون يكون في أي تخوف؟
اخوانا ما اعرف، لكن هي المشكله دي وين اللي بوايد. يعني انا ذكرت حتى الناس كونسلتنت لقيتهم خلال السنوات اللي فاتت في الخليج وغيره، دائما بيقول لك في عدائيه تجاه الاتش ار، في عدائيه تجاه الاتش ار. الاتش ار اخوانا يعني الاتش ار ما بيرسونيل، الاتش ار ده هيومن ريسورس، يعني الجانب بتاع الهيومنايزيشن فيه كبير جدا جدا. وهم يعني الاتش ار بروفيشنالز او موظفين الاتش ار في مختلف الشركات، والله اخوانا هم مكين جدا على الاستاف من ناحيه بتاعت الريميوريشن الريورد غيره. بعدين الاتش ار ده ما هي وظيفه يا اخوانا، يعني زي ما بيقولوا يعني الناس بيؤدوها كده بصوره بتاعت ريتوريك او طقحنك او غيره. الاتش ار في بوليسيز، في بروسيجرز في كل شركه، يعني بتحكم ذات الوظيفة وبتحكم المهام والتاسك. والإتش آر ديل يعني أنا ما بقول إنه قاضي، لكن في النهاية هو إذا حكم بين الناس يحكم بالعدل. ففي بوليسيز، في بروسيجر، في موجهات، في بيست براكتسز في شركات، وهم ناس الإتش آر ما بيفيدوا عنا بأي حال من الأحوال. الإتش آر ما بوليس يا جماعة، الإتش آر بيزنس إنيبولر في أي شركة. هم ناس يساعدوا، ذكرتها في بداية حديثي جميل، هم عندهم رول كبير جدا في السياسات والبوليسيز تحت الشركة إلى آخره إلى آخره، وتطبيقها بصورة فير وبصورة كونسيستنت في كل الشركة على كل الموظفين. لأن المعيار ده لو اختل بعد ما يكون في حتة بتاعت فيرنس ولا إيكوتي بين الناس. فالإتش آر مبني على مبادئ وفي إسكس أو في كود أوف كونتراكت بيحكم بهنا يا جماعة. الناس دخلوا حتى على الحاجات بتاعت الزمالات المهنية أو الحاجات البوديز المنظمة للإتش آر، فبيلقوا في كود اوف اسكس وكود اوف كوندكت بيحكم المهنه كبير جدا جدا. وهم حراس الحاجه دي، يعني بكل فخر الناس المهنيين تاعنا الموارد البشريه هم حراس. لكن بعض الشركات الناس عندهم عدايه هذا الشاف والنصيب. يعني انا ما اعرف، يعني قد يكون انا ممكن تكون في حالات قط، ممكن تكون في حاجات كيسز غير دي، لكن الغالب العام انهم هم بيادوا وظائفهم بكل مهنيه وتجرب، يعني ما عشان يعني دفاعا عنهم ولا، لكن ده الواقع بقول كده. تفضلي. شكرا. تمام. في سؤال ثاني بيقول انه ثواني الزمالات المفيدة في الدراسات المصرفية والمالية، والأفضل الزمالة السودانية ولا الزمالة الأمريكية؟ طبعاً أنا يعني الزمالة السودانية لا احترام ولا تقدير، يعني طبعاً هي قد تكون لوكال، هي يعني ريكوغنايز أو معترف بها هنا داخل السودان. لكن أنا أخوانا لما نقول لك يعني أنا جميل، يعني ما انتقاس للزمالات اللي موجودة في السودان، بالعكس تماماً، يعني بيقوموا على أمره ناس كفاءة وناس مقتدرين وعندهم قدرات، عندهم الخبرة وعندهم الكفاية وعندهم النوليدج وعندهم المهم. لكن أنا يعني أنا بقول لك، أنت كشاب أو كخريج جديد لما تجري ورا الزمالات العالمية دي ما بتخليك أنت بتنافس يعني في الريجونال أو على صورة جلوبال. أحيانا أخوانا قد تجيب فرص لجوب في منظمات عالمية زي اليوين فور إكزامبل، قد تجيك فرص في جوب للخليج، تجيك فرص للجوب. ودائما المحاسبين دائما عندهم فرص كبيره جدا يا اخوان داخل السودان وخارج السودان. وهم حسنا يعني بشيرهم انه هم من الناس زي ما بيقولوا العمله النادره في المؤسسات، لانه في سكيرسيتي عاليه جدا وسط يعني كبيره جدا بالنسبه للاكاونتنت اللي هم عندهم قدرات عاليه جدا ومؤهلين بزمالات غيره. فالزمالات المهنيه العالميه الامريكيه غيره وغيره دي يا اخواننا بفتحك للتوظيف internally and externally. You got my point. يعني انك اذا قدرت اني اقول لك مفتاح للتوظيف وتنافس يو كومبيت على مستوى الريجون، على مستوى الميدل ايست، على مستوى عالمي، لما تكون عندك زماله عالميه خلاص ده مفتاحك للتوظيف في اي حته. لانه في النهايه يعني الباور بتاعت الزمالات تجي من الباور تحت الدول، يعني بريطانيا، امريكا، هذا الناس في العلم مشوا بعيد جدا، يعني بتقدموا خالص يعني. فلما تجي بحاجه منهم او شهاده من الدول اللي مؤكد، يعني ما انتقاس للسودان ولا انتقاس للشهادات في السودان، لكن بتديك كومبيتيتيف ايدج في التوظيف، تديك كومبيتيتيف ايدج في لما تيجي نصل اتش ار في كل شركه بعين ولا بعين قويه جدا، بعين يعني بدها اعتبارها. يعني
تديك زي ما أقول تديك الدرجات أو تديك يعني في الرانكينج لما تجي بعدين يعني زي ما أقول بتتقي الميزان في التقديم للوظيفة إذا جاز التعبير. أوكي في سؤال somehow controversial هنا بيقول لك لماذا ينظر للمتقدم لأي وظيفة والذي يكون صريح وصادق في توضيح ظروفه الخاصة التي قد تؤثر أو لا تؤثر مستقبلا على العمل بصورة سلبية، بينما قد يكون الآخرين الذين يتم تفضيلهم غير صريحين أو واضحين في توضيح ظروفهم الخاصة من البداية. ما أعرف يعني. The controversial بس you have the floor to answer. نعم. الظروف الخاصة إيش يعني أنا ما يعني أنا ما فهمت يعني الظروف الخاصة بتاعت لا أبدا. أنت أرجو ذكرت يعني أصلا دائما إذا كان الأساس الأساسرز يعني زي ما ذكرت الحته بتاعت الريليابيليتي بتاعت الاسئله وسجل وضعها يعني ما منها زول الانترفيور يعني هو بيسالك اسئله معينه ما بعين الظروف الخاصه حقتك ولا الوضع الاجتماعي بتاعك ولا غيره ولا غير بعين لمقدراتك. هل انت زول طالنت؟ هل انت زول يعني عندك المقدرات عندك الكاباسيتي في انك تؤدي جوب دي لقدام او تكون في المنظومه بتاعت الشركه دي انك ممبر فيها او تكون تشتغل فيها؟ فما افتكر انه النظره يعني اذا انا فهمت صح انه نظره اجتماعيه او لوضع معين او لظروف خاصه يعني ف الا ظروف تمنعك من الشغل لكن ما انا ما اعرف الظروف دي قاصد بها شنو يعني يعني هل الوضع الاجتماعي هل الوضع يعني شنو يعني ما قادر افهم يعني. فالانترفيوز في النهايه هي زي ما اقول هي انت مقدراتك انت وقدراتك وانت والمهارات بتاعتك او الجدارات بتاعتك الجدارات اللي هي موجبه بتنال الجواب يعني. طيب في كذا اسئله عن الدراسات افتكر انك انت جاوبت عليها كلها. في سؤال بيتكلم عن انه التأتأة او التلعثم بالكلام هل بيأثر على التوظيف؟ والله أخي إذا كان زول عنده مثلاً يعني تلحسن في الكلام أو غيره هاي ديبنس يعني إنه الإغناع طبعاً ما مشكلة تلحسن في الكلام في بعض الناس بيكون طبعاً عندهم مشكلة بتاعت يعني إذا قلنا بالدارج كده تمتم في الكلام ولا غير ده ما عيد ده ما في نهاية دي ما رب العالمين إنت ما بيعتبره نقص يعني لكن في بعض الوظائف طبعاً بتتطلب يعني إذا كان مثلاً ما بتطلب تواصل يعني الـ الـ الكلام منك بصوره كبيره يعني اذا كان ما هو الكوميونيكيشن ما بالضروره انك تتكلم بصوره يعني ما فيها تمتمه في الكلام او غيره لا ابدا يعني قدراتك انك تتواصل مع الاخرين باي صوره او كانت يعني فما بعتبر انه دي مشكله الا اذا كانت الوظيفه بتطلب انه تتكلم يعني الحته بتاعت مثلا زول ماسك الكول سنتر والحاجة زي دي في وظيفة بتاعت كاستمر سيرفيس تطلب زول انه يكون يعني اجاباته بصورة منتظمة وصورة ما اعتقد يعني انها هي يعني اذا فهمتك صح انت الى حد كبير الثبات بتاعك في الانترفيو يعني في ناس في بعض الانترفيوز بتخوف ابدا ما تتخوف خليك دائما على سيدتك في الانترفيو يعني بعض الناس قد يكونوا بترددوا بتلحسموا خلال الانترفيو ده الا اذا كان حاجه خلقيه في زول ودي اراده ربنا يعني اذا كان زول عنده تعتع في الكلام او غيره لكن ما 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 هنا يعني لا تحد انك انت كونفيدنت واثق من نفسك يعني اهم حاجه انت لما تخش انترفيو خليك كونفيدنت واثق في قدراتك واثق في نفسك تعال بخبراتك تعال بتجاربك على غلتها تعال عرضها شوفك وزي ما قلت لك التكنيك اللي انت ممكن تخش به عشان تقدر انه تقصيد في الانترفيو. طيب نعم. في سؤال تاني في زول بيسأل إنه الزمالات المهنية لتخصص البيزنس جنرال يعني زول يتخرج بشهادة بتاعت بيزنس جنرال بدون أي تخصص سبيسيفيك he didn't go into marketing or HR or something like that. ما أنا وزي ذكرت البيزنس ثم تتخرج ببيزنس جنرال يعني يمكن الشهادات يعني بيزنس administration خرج بيزنس administration جنرال دي شهادة اللي تخرج بها خرج البيزنس لكن انت يعني بعد ذاك زي ما بقولوا انت لما تقدم لوظيفه بتكون اوريدي يعني ما هي الوظيفه محدده سواء كان في الماركتينج سواء كان في البلانينج سواء كان فكل الفانكشنز دي في كل مؤسسه كل المهن دي في النهايه عندها شهادات زمالات مهنيه اذا انت ماشي البلانينج عندك تلقى فيه حاجه اسمها سيرتيفايد بلانينج برضه شهاده بتاعت
السيرتيفايد بلانر ديل عنده شهادات زمالات اظن امريكيه يبدو لي او تمتحن حتى هنا اظن في مصر او ما اتاكد في السودان اذا كامل ده. اذا انت مشيت تعينت في الماركتنج ذكرت جبال الزمالات بتاعت الماركتنج، اذا مشيت لقيت شغال بتلقى في الزمالات بتاعت الاتش ار، اذا مشيت السبلاي تشين يمكن بعدين استاذ الماحي ذاته يعني يديكم يعني اجابات شافيه وكافيه لانه هو الاب الروحي للسبلاي تشين هنا في بلدنا هنا وفي البلد هنا يعني، فهو بيكون يديكم الكثير والكثير لانه ذاته يعني استاذ بالنسبه للزمالات في السبلاي تشين. فانت بتلقى نفسك وين يعني في فرص كثيره جدا في السبلاي تشين، في البلانينج، في السيلز، في الماركتنج، دي كلها يعني جايه من البيزنس ادمنستريشن. ده البيزنس دائما الاكاونتنج بروفيشن، لكن ده البيزنس ده ممكن يمشي في اي حته يعني فرصه كثيره جدا والقدرات الاكسس للدراسه موجود يعني الحته بتاعت الديفلوبمنت. ف يو كان ايزلي جيت الحاجه اللي تساعدك كثير في الكارير بتاعك ما في مشكله. اطمنك يعني انت كخريج الفرص والاكسس للحاجات ما صار. طيب سؤال، المفترض انه المتقدم في حاله عدم قبوله من ناس الاتش ار بيبلغوه بعدم القبول صح؟ يس، دي من الحاجات المهمه جدا زي ما جزت الشركات المحترمه جدا اي زول ما توفق في انترفيو بيرجعوا له والله يا اخي انت ما توفقت في الانترفيو ليه كده كده كده. وكمان اذا الناس كمان مشوا فيرزت زي ما ذكرت اذا في اسسمنت سنترز في الشركات معموله بصوره بروبر وبصوره يعني منتظمه وبصوره جيده بدون فيدباك للكانديديت بكل تجرد بكل نزاهه يعني بيوروه الفيدباك انه الاريز اوف امبروفمنت وين الاريز السكسس بتاعه وين المحتاج يتقوى وين محتاج يعني الابسكيل قدراته في حته معينه بيوروها له. لكن حتى لو انترفيو ريجكتد مفروض يرجع له حتى لو بالتليفون يعني ده لانه اصلا زوجك ده نوع من الاوتيكيت ونوع من يعني من ال يعني من زي ما بقولوا الاسكس بتاعت المهنه انك ارجع له بقول له ما توفقت ونتمنى لك يعني فرص اخرى. بل بالعكس يعني الشركات ممكن تدي فرص للكانديديت ممكن يجيها بعد فتره بعد سنه بعد غيره بتديك فرص حسب سياسه الشركه. لوك بتاعك بقول لك انه زلمه ممكن تكون طور في القدرات يعني مشى كورسات اخذ معرفه اكتسب مهارات فاوفركم اللايف. لكن طيب لازم يرجع له باي حال من الاحوال يعني حتى لو ما توفق في الانترفيو. طب انا حسال سؤال فردر من الفيرست سيشن اللي كنا اخذناه. طيب يا دكتور في رايك انه اذا الزول ما تحصل على رد من الجهه اللي هم قدم لها هل من الممكن انه يتواصل معاه ويتساءل عن عدم الرد عن الستاتس رفض او قبول اذا كان رفض لماذا او كده؟ هو شوف دائما الناس لما تقدم للوظائف زي قلت انا يعني الزموس يعني powerful recruitment tool اللي هي مثلا زي لينكدين بيكون عاده مقدمين ناس بالمئات كويس وبكون ناس بيجي يعملوا نظام اكزيت شيت فلتر للناس وقد يكون هو ما مستوفي الحاجات المطلوبات. ما هو بكتب لك مطلوبات معينه كل شركه 1 2 3 4 دي الحاجات الاساسيات شهاده مثلا بتقدير كده مثلا الخبره كده الجوب دي في المجال كده ترسل حاجاتك. مرات انت دائما انا وصيتي عشان ما الناس تتناسى حاجاتك خلي حياتك السيت بتاعك مكتمل انت كخريج كل المطلوبات عندك رسلها صور منها شهاده الاصليه طلبوا منك الجوب ده رخصه قياده اقول له عندك رخصه قياده ارسل له رخصه قياده فان جوب بتاع السيلز مثلا سيلز مان او سيلز او زول بتاع اي ريبريزنتيف سيلز مندوب مبيعات الى اخره فور اكزامبل يعني دي من المطلوبات مثلا في الجوب. فكل المطلوبات انت دائما طلبوها منك دي ما تخفي منها رسالة كلها. قد يكون فعلا العدد كبير جدا من الناس يمكن من الوهله الاولى بيحصل سكرينينج للناس يعني المرحله هذه السكرينينج او الفلتر الاولى دي الناس زي ما ذكرت جبال بيعملوا مرات بري امبلويمنت تيست ذكرتها كنماذج بعض النماذج انا اخترتها جبال دي الحاجات الكومون بالتليفون ممكن يكون عن طريق الكارير فير الى اخره. لكن لما تقدم مجموعه كبيره للشركه وجيت خطيتها في السوشيال ميديا او في لينكدين او غيره قد يكون عدد ضخم جدا قد الشركات ما تقدر ترد لكل زول انك جبناه كله ما جبناه. لكن دائما الرد بكل زول دخل انترفيوز دائما يعني 1 تو 1 انترفيو بانل انترفيو سي بي اي مثلا اسسمنت سنترز رول بلاي غير دخل تايب اوف انترفيوز
فده من حقه الشركة ترجع له، يعني دائما قلت الموضوع الاحترام اللي ترجع له اذا كان ما يتوفق في الانترفيو. لكن من الصعب، انا شايف شركه لما قدموا لها 400 500 نفر وطلعت شورت ليست ب 100 نفر من السكرين قوم 200 نفر، ترجع للناس اللي قلت قدمت لنا وما هو قد يكون ما مستوفين كل الحاجات يعني. فدائما انت ستيك حاجات طالبينها من الجديد، لو مستوفيها اوكي ما عندك مشكله يعني، يعني تاكد من هذوك الانترفيو يعني. اوكي تمام. ثواني بس سؤال ثاني كمان. اوكي قال لك هل يفضل مواكبه الفرصه والانتقال من 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 تدريب الى تدريب اخر او من وظيفه الى وظيفه اخرى للخريج الجديد، او من الافضل انه يحدد مجاله اللي عايز يشتغل فيه ويركز عليه؟ والله طبعا الديبنس على في انت كان الديبنس على الـ على الـ على الـ على الـ الميجر بتاعك او التخصص بتاعك اللي انت تخرجت منه. فانا انا انا برى انه والله الخريج مثلا بتاع الاكاونتنج اذا راحت له فرصه في الاكاونتنج اتس بيتر انه الموفمنت حقته تكون استاذ الفاضل. اي ثينك انه احنا وي لوست يو، اي كانت هير يو. ما في صوت؟ نعم ايوه معلش بس وي لوست يو فور ا مينيت، ما كنا سامعينك. حسي سامعني مسموع؟ ايوه كده مسموع. انا بقول انه دائما يعني ال- 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 في الشركات او المؤسسات ال- الخريج ما يكون اول زول لو عينوه مثلا في وظيفه معينه وقبل بيها ويشتغل فيها. في بعض الشركات سياساتها جيده جدا يعني الحته بتاعت ال, ال- الامبلويز ممكن حتى تحت الموبيليتي بتاعت الموظف. يعني يمكن انا ما اعرف الاويل اندستري موجوده، ما اعرف باقي شركات. انا اشتغلت في الاويل اند غاز اندستري، ده المجال اللي اشتغلت عليه من تقريبا من اتخرجت. ودائما الموفمنت سريع جدا، انت تكون مثلا شغال في السبلاي تشين، بعد شويه مثلا يودوك الاوبريشن، بعد فتره يودوك مثلا السي ار ام، بعد فتره تلقى نفسك يعني كل سنتين او سنة. ودي is good الموفمنت الكثيره كويسه جدا، لانه تديك الخبره الكافيه في انك سريع جدا تمشي لوظائف اعلى. لان انت كل ما كنت ملم بالبزنس بوليسيز والبروسيجرز والاقسام المختلفه واديت مهام مختلفه، بالذات لو جيت مثلا في حته زي الموارد البشريه بتكون بتعامل للشركه بالبيج بيكتشر، بتعرف الاحتياجات وين، ليه لو احتياجات تاع تدريب، احتياجات تاع ديفلوبمنت، انت بتكون بيز على خبراتك الفاتت بتفيدك. ففي ناس الكارير بتاعهم بيكون اتش ار، في ناس الكارير بتاعهم بيكون اكاونتنج يعني يتحركوا. لكن الموفمنت كروس ديبارتمنت كويسه، والموفمنت وزين الديبارتمنت المعنيه برضه كويسه شديد، بتضيف لك كثير في الكارير بتاعك. فانت كل سنه سنتين ثم تتحرك، يا اما تحركت يعني فيرتيكالي بصوره افقيه وتحركت هورايزونتال يعني بصوره راسيه ترقيت لقدام. فلما تتحرك في كم جوب كده فرصك لقدام بتكون كويسه. انا في مستوعب. اوكي تمام. سؤال ثاني. ايوه بيسأل إذا خيرت يا أستاذ بين وظيفة راتبة مناسب معك كخريج لفترة معينة أم مضيف التدريب والكورسات؟ نعم المفضل تكون كيف؟ ما سمعت السؤال كويس معليش سوري. إذا كان في إذا خيرت بين وظيفة راتبة مناسب معك كخريج لفترة معينة أم المضيف التدريب والكورسات والعامل المادي هنا المؤثر الأساسي في القرار؟ يعني اذا تحت لك، انا اذا فهمت تحت لك فرصه يعني في كورسات او تدريب مع راتب اقل من وظيفه اخرى فيها راتب اعلى وما فيها الميزه دي. ايوه والله انا ما اعرف، لكن دائما للناس اليونج بروفيشنالز والخريجين الجداد ركز دائما انت كخريج اسيس المال مهم، ما شغال اصلا للمال، لكن دائما ركز للوظيفه او الشركه اللي بتضيف لك في مجال التريننج والديفلوبمنت والحاجات، لانك انت اكثر ما تكون محتاج لها. ما الحاجات دي يا اخواننا في النهايه ما زي تريد اوف، او يعني في البيزنس يفهموا الحاجات دي، انه ان في يعني بيتميز بين حاجه وحاجه. الافضليه وين انت بالنسبه لك كخريج جديد؟ النولج، الاعداد الجيد ليك انت كخريج من ناحيه بتاعت معارف،
تكتسبها وخبرات معرفية مهم جدا في المراحل الأولى بتاعتك، لأنه الجامعة ما كافية لأنك تديك الحاجات كلها، الحياة العملية بتضيف لك كثير. فأنت إذا وزنت بالراتب لحد ما أقل وتلقى فرص تاع التأهيل وتدريب، أنا شايف إن وظوة طبعا الوضع الاقتصادي في البلد الناس كلها عارفاه يعني، وظروف ضغطة جدا، لكن أحيانا أنت تجي كورس أنت كخريج جديد ما أنت طموحك عسى تطور نفسك، الوظيفة اللي فيها قروش كثيرة دي مرات هذه بدك قروش تشتغل، لكن بتلقى نفسك كده فترة زمنية يعني خلاص استلبط إنك ما ضفت لك حاجة تزهج. فأبدأ دائما بالشركات اللي بتديك فرص في إنك تطور نفسك، بتديك development program يعني وليس training program، يعني فرصات صغيرة صغيرة. development معناته يعني تطوير مستمر، يعني حاجة أنت بتشتغل عليها زي زمالات زي شهادات غير مهنية. فإذا تحط لك فرصة في شركات زي دي أنا شايف إنه أفضل لك خريج جديد يعني أنت، إلا إذا كان ظروفك، الناس تختلف طبعاً depends على إنه المال بالنسبة له بيكون حاجة مهمة، إذا تحت له فرصة تاعت إنه يأخذ مرتب أو يأخذ أجر بصورة كبيرة. أوكي برضو في سؤال عن إنه خريجين الاقتصاد في الشركات ممكن يشتغلوا في ذات إدارة. والله الاقتصاد يعني أنا كنت حضرت المداخلة تاعت أستاذ فاروق كمبريسي كان البارح تقريباً قبل كم يوم، فهو خريج اقتصاد يتكلم عن الاقتصاد الاقتصاديين فرص كبيرة. والله يعني ما الناس ما تغلل من الفرص على الاقتصاديين، يعني الاقتصاديين حتى في مجال الستاتيستيكس اللي ممكن يشتغلوا والاقتصاد طبعاً دراسة ما هي ماكرو يعني ماكرو استودي يعني الاقتصاد، يعني دائماً السياسات الكلية والاقتصاد يعني غير الوظائف اللي في بنك السودان غيره. في البيزنس طبعاً يمكن فرصهم أكثر فعلاً لأنه هم مايكرو استودي يعني ده دراسة بتاعت، لكن أبداً ما تغليل بالاقتصاد ولا الاقتصاد، خريجين بيصلوا ليعلم الوظائف في الشركات يعني بصورة سريعة جداً في البنوك في المؤسسات فرصهم كبيرة جداً، يعني الشركات الخاصة فرصهم كبيرة جداً، وفي كثير من خريجين الاقتصاد يعني الكارير بتاعهم ماشي بصورة سريعة جداً. أنا عارف يعني سواء كان يعني في كثير في مختلف الشركات فرصهم، يعني الخريج بتاع اقتصاد فصادتهم تخصصات كثيرة جداً، ناس البيور إيكونوميك، ناس الستاتيستيك، ناس البوليتيكال ساينس على ما أذكر الأنصر وإلى آخره، فرصهم كبيرة جداً. حتى يمكن كامبريسي كان بيتكلم عن فرص الخريجين بتاعنا العلوم السياسية تحديداً، بيقولوا ما بيلقوا وظائف، بيلقوا وظائف كانت كثير من السفارات والمؤسسات والأجنبية كان على المحلية والمنظمات تحت اليوين بتوظف الخريجين تحت البوليتيكال ساينس. الوظائف يا إخواني داري منك جهد، يعني في النهاية شوف أنا ما أعرف يعني يس التخصص مهم إنه الله خريج كده كده، لكن يعني الحسي بقت الكومبيتنسي يا إخواني هي المهمة، قدراتك جداراتك. يمكن حسي أنا سمعت مؤخرا الأمريكان يمكن عندهم الحاجة دي، يعني يمكن الناس اللي قاعدين في أمريكا إذا كان في بعض الناس معانا ممكن يشيدون أكثر، ما بعينوا ليه بعينوا لقدراتك أنت وكان دو جوب دو مر، ما بعينوا والله تخرجون. يعني في كثير من الوظائف الجونيور ما محتاجة تخصصات وما محتاجة بقدر ما إنه محتاجة competencies لأداء. نعم. أوكي. طيب في سؤال إنه سؤال المؤسسة للشخص في الانترفيو عن توقع للراتب مهمة شنو، هل بيقيموا به الشخص نفسه ولا عايزين يحددوا به الراتب المناسب للوظيفة؟ نعم إذا كان زول ده حدد الراتب بتاعه قصدك، أنا ما سمعت كويس الصوت. سؤال المؤسسات للشخص في الانترفيو عن توقعاته للراتب، سؤال مهم yes. شنو، هل بيقيموا به الشخص نفسه ولا عايزين يحددوا به الراتب المناسب للوظيفه؟ ابدا، اي مؤسسه عندها راتب معين للوظيفه، لكن عاده بيسالوك من الراتب، لانه مثلا الوظيفه مثلا بيكون الراتب بتاع يعني زي مثلا فور اكزامبل الراتب بتاع مثلا 200000 جنيه او 150000 او 500 او 400000، وجاء واحد قال والله يا أخي أنا أتوقع يدوني راتب 800000 أو 900000 أو مليون، قطع الشك ما بيجيك يعني في النهاية دائما في الفون انترفيو ده دائما أخواني بيسألوها الناس الفون انترفيو، الناس اللي عندهم خبرات. يعني عادة من تجربتنا ومن خبرتنا في التوظيف أو في الريكروتمنت، الناس اللي دائما بيسألوها للناس اللي هم عندهم خبرات، والناس اللي يا أخواني السوق العمل ده ما فيه بعض المهن فيها ندرة زي ذكرت جيبين الأكاونتن اللي بخبرات
ما زي الاكاونتنج اللي ما عندهم خبرات، لانه دي في سوق العمل مطلوبين كثير. خبره 3 سنوات مع زمالات مهنيه ده زي ما بقول عمله نادره في سوق العمل، بيتمنوا المرتب الدارين والناس ممكن تمشي معهم. لكن عاده لما يسالوك من الراتب كم، هم دار يصلوا لانه والله هل ممكن الزول ده نجيبه او من الرينج بتاعنا خطينا للوظيفه دي، السالري رينج خطينا للوظيفه دي. بعدين داخل الوظائف ذات السالري بيختلف، يعني الخبره بسنه ما زي سنتين في السالري، ما زي 3 سنوات، ما زي 7 سنوات. فعشان كده هم بيسالوا الاسئله دائما للناس اللي عندهم خبرات، لانه الانترفيو يا اخوان از كوست، الانترفيو از كوست. احنا جيبها ذكرنا انت ذا رايت بيرسون وذ رايت سكيلز at the right time with the right cost. With the right cost. الانترفيو كوست ده ما زمان بتاع ناس مدراء ادارات او مدراء اقسام وناس الاتش ار، ده يعني تيديوس جوب معقد كثيره جدا للناس على الاتش ار بيعرفوها. عشان توصل زول الانترفيو فجاه تقول لك والله يا اخي الراتب بتاعكم انا ما داير، فحتعيد ثاني سايكل من الاول، يعني حتكون انت في فيش السيركل. فاخير دائما في بعض الوظائف تكون انت زي ما بيقولوا الاول والشرط، يعني يكون افضل لبعض الوظائف. لكن عاده الخريجين نحن الجدال ما قاعد نسالهم يعني موضوع الراتب تخيروا كم ده ليتر اون، لانه بيملى حاجه اسمها الابلكيشن فورم. الابلكيشن فورم، الابلكيشن فورم ده مهم يا اخوان، لانه بيدي معلومات. وفعلا يا اخوان برضه دي نقطه مهمه انا ما اغفل عنها، انت كخريج دي ادوك ابلكيشن فورم يكون فيها اسئله معينه، في اسئله كروس لاسئله، دائما جاوب اجوبتك بكل صدق. واسال انت الجوب اللي متقدم لها سوق العمل، الجوب دي بده كم في الشركات او المؤسسات الشبيهه او في الاندستري معينه، مثلا اذا كان تكنولوجي اندستري او اويل اند غاز شركات بده شركات كم. فاتنور اسال، وحتى لما انت جاوب بكل صدقيه، ما تجيب معلومه يعني غلط تكتبها عن قصد او غير قصد، خليك حريص. لانه من الفورم اللي بتملاه ده مرات زي ما قلت لك السي في والابلكيشن فورم ديل زي ريفلكس حاجات كثيره جدا جدا. يعني انت هل اونست في حاجاتك، هل حاجاتك فعلا يعني اديت فيدباك او معلومات عنك صحيحه ولا ما صحيحه؟ لانه في النهايه اي معلومه بتذكرها دي بتعاملوا معاه بكل يعني بكل مهنيه وبكل جديه. انا سالت شعار. اوكي اي ثينك انه دي كل الاسئله اللي عندنا حاليا. في سؤال أخير اللي هو هل تفضل الشخص متعدد المهارات أم الشخص المتخصص في حاجة معينة؟ ما ديبنس على الجوب. أنا جيبت ذكرت إنه المتعدد المهارات ده value added. ما في حاجة أخوانا اسمها employee value proposition، لأن يمكن نفهمونها سلاسة. يعني أنت أنا ذكرت جيبت حاجة اسمها employer branding. نحن عندنا نحن شركة وكده وكده، لما تيجي تعرض حاجاتك في السوق زي ما أقول سوق العمل ودار ناس وأتراك كالديدين. دي حاجة اسمها الاتشار الامبلوي براندينج. امبلوي براندينج يعني الامبلوير براندينج ده، نحن لما تقول امبلوير براندينج معناته نحن يعني التويس او الخيار الافضل في سوق العمل، يعني ده الامبلوي براندينج. لا ولكن لما تقول امبلوي براندينج ده الزول اللي عنده القدرات وعنده الكاباسيتيز المتحدده وعنده الامكانيات المتعدده وعنده القدرات، لانه ممكن تخطه في ديفرنت جوبز. يعني انت كمؤسسه ما بتحتاج تجيب زول من برا، ممكن تنقل من حته لحته. وقطع شك الشخص المتعدد الكفاءه الجدارات والشخص المتعدد القدرات واللي عنده ملتي سكيلز، ده خير وبركه زي ما بقول للمؤسسه. وده دائما الناس ممكن توظفه. صح في بعض الحاجات محتاجه نرو، ما يعني نرو يعني سبيشاليزيشن زي الفاينانس، زي زول مثلا بتاع اكاونتنج، ده زول بتاع يعني في حته حاجه معينه. لكن ده لا ينفي انه اذا كان عنده خبرات متعدده فبكون فرص في التوظيف كثيره. وفي يا اخوانا دار انبه لها مهمه جدا للشباب الخريجين او الناس اللي عندهم خبرات بسيطه. انت لما تقدم لجوب احيانا تجي الانترفيو ربما ما ياخذوك لنفس الجوب، لكن في كثير انك قدراتك في الانترفيو بتحدد انت فيت للجوب ولا لا. وممكن تكون انت جيت للجوب وهم الناس في الانترفيو بيعملوا ريكومنديشن دائما مكتوبه انه والله اكس ده قد ما يكون في الجوب، لكن ممكن يكون مثلا يعني السيلز ما بينفع في السيلز، يعني ما قدراته ما قدرات زول زي ما قلت الحته بتاعت ذكرتها كبير الاوسيسيزم والحته بتاعت الاغناع والمقدره على التواصل مع الكاستمر دي ما عنده. لكن الزول ممكن ينفع والله في الاكاونتنج، يعني ما دار محتاجه انه تواصل مع الاخرين كثير، ممكن يشتغل مثلا في حته بتاعه بلانينج تخطيط.
فانت بتكون انفنتوري. يعني تنبه للحاجه يا اخوان، مرات الشركات لانه الانترفيوز كوست انا ذكرتها، فانت لما تجي ويسكسيد في الانترفيوز وسكسسفل وباس عده انترفيوز، في المرحله الاخيره قد ما تكون البيست فيت للجوب، لكن ممكن تكون بيست فيت لجوب اخرى قد تتاح لك في المدى الغريب او البعيد في شركه ينادوك ثاني. وما معنى انك انت ممكن تاخذ انفنتوري، بعض الشركات عندها انفنتوري اسمه سكسسفل كانديديتس، كل واحد كاتبين عنه، اذا كان سوفت مكتوب يعني في شيت معينه بخطوها، سواء كان في اكسل شيت او في هارد يعني الورقه على الانترفيو ذات الموجود. طبعا انا بكون ستراكشر الانترفيو، بكتب التوصيه بتاعتهم الناس البانيل انه والله فيت للجوب دي، يوم ما بيرجعوا لك بتحصل يا اخواننا. عشان كده دائما ما يعني دونت ستيك لانك انت خلاص، يعني ممكن تكون انفنتوري لجوب اخرى هم برؤوا بحكم خبرتهم انك انت انسب لها، وقت تحصل كثير نحن عندنا يعني او من ربينا يعني. اوكي افتكر تقريبا كده غطينا كل الاسئله في الشات يا استاذ الفاضل. نعم لو في اي معلومه اخيره ممكن تضيفها او how to conclude. والله انا ما ذكرت جبال انه الناس يعني زي نيد ان تو جيت يعني بريبير للانترفيوز بالحاجات اللي ذكرناها دي، وممكن يعني الناس تسعى يعني كثير. يعني انا يعني شاهدت بعض الاجانب في بعض الدول، انا حطيت فرصه قبل كده، في بعض الناس بيجوا ناس جاهزين للانترفيوز دي بصوره كبيره جدا، يعني هم زي بيعملوا زي بروفات وريهرسل يعني الخريجين. انت ما في النهايه عندك القدره الاكسس الاسئله في الانترفيوز اللي ممكن تجيك، تعيد نفسك كيف ترتب امورك. وانا متاكد تماما يعني وانصي انك انت يعني انا برضو عندي الوصيه الثانيه يا اخواننا للاخواننا الريسيرشرز او الاساتذه بتاع الجامعات الموجودين، يمكن الحاجه دي اثرناها قبل كده والله، وانا حريص اوصي صوتي ثاني للحاجه دي يعني. الناس الاكاديميين في جامعات في مدرسة العلوم الإدارية، لأنهم حق ناس بالحاجة دي، اللي هو إخوانا نحن المناهج بتاعتنا في الجامعات يعني بنتواصلنا قبل كده في 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 لغات سابقة مع بعض الزملاء، المناهج بتاعتنا محتاجة إنه ندخل فيها الحتة بتاعت الكومبيتنسيز والرول بلاي والكوميونيكيشن سكيلز، بالذات في السنوات الأخيرة من الجامعات، يعني في السنة الأخيرة والسنوات الفاينل. فأنت عايز تعيد كل الطلاب دي أو معظمهم لسوق العمل، عشان هم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويتوظفوا في وظائف يعني كويسة وفي مؤسسات مرموقة جدا، زي نيد إنك تعدهم السوفت سكيلز بتاعتهم، يعني it need to be embedded في المقررات بصورة أو بأخرى أو في المناهج تاعت الجامعات. يمكن قد حدثت كان قبل كده مع بعض الأساتذة كان في هندسة قبل سنوات عندهم التجربة، لأنه كانوا عملوا حضروا البيت شديد في جامعات برا كان في ماليزيا أو غيره. المهم يعني الحاجة دي محتاجة وقفة من الناس الغايمين على أمر التعليم في الجامعات، ويمكن تناقشنا فيها كثير مؤخرا في مدرسة العلوم الإدارية، جابوا HR practitioners لتطوير الجامعة وغيره، وكان عندنا يعني تكلمنا فيها كثير. يعني ما حصلنا على جامعة الخرطوم براها، لكن الجامعات الثانية محتاجة وقفة من مناهج تعلمنا دين عدة كيف نعد الناس في سوق العمل. فإدخال المهارات دي مهمة، بيساعد الشباب دي، لأنه أنا بليف إنه الجامعات السودانية بتخرج يعني ناس متميزين ممتازين، لكن قد تنقصهم بعض المهارات يمكن في التوظيف أو غيره، وتنقص منهم الفرص في التوظيف يعني في وظائف قد تكون متاحة على غلتي في سوق العمل. لكن يعني ده برضو مهمة تحت الجامعات، يعني أنا أتمنى إنهم برضو الحاجة دي يدوها اهتمام، يعني حتى الريسيرشرز او الباحثين السودانيين دي الحاجه دي يوصفوها باعتبارهم الزراعه، ممكن هم يعني يدوا الحلول للمشاكل يعني الاكاديميه او غير الاكاديميين. وثقتي في الطلاب والخريجين يعني خليكم واثقين من نفسكم، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يعني يتيح لكم فرص افضل وافضل من الاخرين ومن اجيالنا. يعني بليف انا في الجيل بتاع الشباب الصغار دي، لانهم هم قدراتهم عاليه وامكانياتهم عاليه، وبفرصهم إن شاء الله كويسة بإذن الله. يديك العافية أستاذ الفاضل، ودي معلومة جميلة جدا جدا إنه حريفين إحنا الجامعات بتحاول إنها تطور عشان تواكب سوق العمل، لأنه دي المبدأ اللي إحنا دخلنا به والبرنامج ده، فحاجة ممتازة إنه الجامعات تكون محاولة إنها تواكب هي في ذات نفسها في الكريكولمز بتاعتها. شاكرين جدا جدا لك، وسعيدين بالتفاعل بتاع المحاضرة.
شباب في أي سؤال تاني، لو في أي سؤال تاني يدخل في الشات or else we're gonna conclude. طيب أفتكر معك سؤال تاني. شكرا جزيلا يا أستاذ الفاضل. شكرا لك يا أستاذ، شكرا لكم، كتر خيركم، ونلتقي في فرص تانية يعني إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، يديك العافية وجزاك الله عننا الخير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم.